أشعر بالملل جداً. هذا مهم جداً أيها الطلبة. ثانية. ماذا أجل؟ بالتأكيد يحدث هذا كل يوم. ماذا يجري؟ صحيح، لعلمك ليس هذا سيئاً جداً. أعتقد أن الوضعية الجيدة أمر مهم، لست الوحيدة على الأقل. هذا مهين نوعاً ما. إنني أحاول التركيز. هذا ظالم جداً. أمي؟ ما الأمر؟ انظري إلى هذا، هل يمكنني شراؤها أرجوك؟ أجل، بالطبع. لا أصدق هذا. هذه لأجلك. شكرا يا أمي. ما هذا؟ كرة ثلجية، ماذا أفعل بها؟ ماذا؟ ألا تعجبك؟ لقد أردت هذا. لقد تفعل أمي هذا بي؟ لن أستسلم، إنها تحتاج لإقناعها أكثر. يعتمد الأمر على الإلحاح. أحتاج إلى تناول المزيد من الألياف. أنت تحتاجين إلى هذا وأنا أحتاج إلى هذا. هل تمازحينني؟ حسناً، سأفعل أي شيء لأعيش حياتي بهدوء. واو، متجر الألعاب هذا رائع. من الأفضل أن أتصرف باحترافية. إننا نبحث عن هذا، لا تتوقف ابنتي عن الحديث عنها. أخبريني بأنها لديك أرجوك. بالطبع، إنها هناك. حقاً؟ يوجد تخفيض عليها. هذا يوم حظي. مهلاً، لا يمكن أن يحدث هذا. ما الخطب؟ كلا، اللعبة. يبدو أنها نفذت. الأسرع يفوز. حظاً موفقاً في المرات القادمة. كلا، أنت لا تفهمين الأمر، أحتاج إليها. علي التفكير في شيء ما. ربما يمكنني استخدام ذلك الورق المقوى. سألصق قطعة من الورق المقوى معاً هكذا. أريد أن أصنع صندوقاً. ستتدحرج الحلوى من هذا الثقب. سأضيف الآن عصيان خشبية على الجانب. سأقطع وأكدس طبقات من الورق المقوى معاً. سأمرر عصا خشبية عبرها من الأعلى، ثم سأضع رباطاً مطاطياً على جانبي العصا، ثم يمكنني وضعها في الصندوق. سأضع هذه القطعة على الجانب ذي الثقب. سأسحب الرباط المطاطي وسأثبته على العصا الرأسية. سأفعل الشيء نفسه الآن على الجانب الآخر. ثم يأتي وقت الحلوى. حين أدفع الورق المقوى، تسقط الحلوى من الثقب. ثم أحتاج إلى العمل على الجزء العلوي. ينبغي أن يكون مائلاً. ثم يمكنني وضع اللوح الأمامي. سأضع هذا المكعب الزجاجي على الصندوق. ثم سأضيف غطاءً سأملأه بالحلوى. هذه هي حلوى صاني المفضلة. ثم سأضيف وجهاً إليها. أريد أن أجعلها لطيفة. إنها تعمل. ما رأيك يا صاني؟ إنها ماكينة علكة. اضغطي على الأنف وشاهدي ما سيحدث. أحب هذا. أريد المزيد. اتركي بعض الحلوى لي. لا يمكنني أن أعدك بشيء. أمي، ماذا الآن؟ انظري إلى هذا، أنا أريدها. لكن لما أزعج نفسي؟ أنت متأخرة في استعداد. مالان، ربما أحمل بعض المال. هل تقبلين الدفع بالخيوط؟ آسفة، إنها كل ما لدي. كلا، طفح الكيل، سترحلين من هنا. كيف تدفعين بالخيوط؟ هذا مهين جدا. أعتقد أن عليك البحث عن مكان جديد للسكن. لن يكون من الصعب بيع هذا. أنا أحب عملي، فأنا شخصية اجتماعية لعلمكم. لا أتذكر هذه الديكورات. ماذا حدث هنا؟ المنزل للبيع؟ كيف ذلك؟ لقد طردنا. ماذا يحدث؟ لن يحدث هذا. لدينا الكثير من الخردة. حسناً، ما التالي؟ أمي، ما هذا؟ لقد رأيت هذا، أليس كذلك؟ هل علينا الانتقال من منزلنا؟ هذا أسوأ شيء. مهلا اللحظة، أعتقد أنني أعرف ما علي فعله. نحتاج إلى هذه الصناديق وحسب. سأضع هذا هنا. سأحتاج إلى مسدس الغراء خاصتي أيضاً. سأغطي أعلى الصندوق بالغراء، ثم سألصق صندوقاً آخر به، ثم يمكنني وضعه على جانبه. سأكدس المزيد من الصناديق بالأعلى. أحتاج إلى أنبوب الورق المقوى هذا. سأضع الغراء على جانب الصندوق. ينبغي أن يفي هذا بالغرض. سألصق الأنبوب بالصناديق. ينقصني شيء. أعلم ما هو. ستكون هذه القطعة هي السقف. إنها بالمقاس المثالي. ثم علي تزيينه. ستصنع التفاصيل الصغيرة فارقاً. سأمنح الآن السقف شكل بلاطات.
صنعت هذه الليمونة من الورق المقوى، ثم سأضيف كرات البومبوم الصغيرة هذا. أريد أن يبدو ممتعاً وأريد أن يكون زاهياً. هذه هي اللمسة النهائية، إنها كشك عصير الليمون الخاص بي. أو كنت أنسى، أحتاج إلى الليمون. أعتقد أن لدي كل ما أحتاج إليه. أنا سعيدة جداً بهذا. حان الوقت لقطع الشريط. أعتقد أنني جاهزة للعمل. أحتاج إلى عملاء فحسب. الجو حار جداً. مرحباً، هل يمكنني الحصول على كوب؟ هذا ما أحتاج إليه. يسعدني جداً أننا نتسكع معاً. واو، أنا أحب عصير الليمون. هيا، نريد اثنين رجاءً. هيا، خذي ما علي. ارحلا من هنا. أعطيني إياه، أعطيني إياه. واو، أنا ثرية. أمي، انظري إلى هذا، أنا رائدة أعمال. ليست سرقة المصاريف نموذجاً جيداً للعمل. هيا، سأريك. لقد افتتحت كشكاً لبيع عصير الليمون. هاو، أنا فخورة بك جداً، أنت مذهلة. مالاً، لديك بعض العملاء. يوجد الكثير من العصير للجميع. سيكون هذا يوماً مزدحماً. من التالي؟ حسناً أيها الطلاب، من يعتقد أن بإمكانه إجابة هذه الأسئلة؟ أنا ماذا عنك؟ ساني. أجل، كنت آمل أن تقولي هذا. أوه، هذا مرتفع جداً. تفضلي الطباشير، هيا ابدأي. لن أخيب أملك. يسرني سماع ذلك. يجري هذا جيداً. هذا جيد. لقد انتهيت. ما هذا؟ أيتها المعلمة؟ هل هذه مزحة؟ أعني، لابد أنها مزحة. لا يوجد تفسير آخر. إذن كيف كان أدائي؟ دعيني ألقي نظرة. أعني، هذا مثير للاهتمام. لست متأكدة بشأن هذا. اعتقدت أن الإجابة 4. وماذا عن هذا؟ ماذا عنه؟ إنه الرقم 5. أجل، لست متأكدة بشأن هذا. كيف يمكنني إصلاح هذا؟ سأتولى الأمر. أولاً، أحتاج إلى قطعة طويلة من الورق المقوى، ثم سأرسم عليها الأرقام هكذا تماماً، ثم سأفرغها. سأزينها بهذا الخرز، إنه يجعلها ملونة وزاهية. هذا ما أحتاج إليه تماماً. إنه كدليل لكتابة الأرقام. واو، هذا جميل جداً. يلا من فكرة رائعة. تفضلي، جربيه. سأضعه على السبورة، ثم سأستخدم الدليل لكتابة الأرقام. هذا أسهل كثيراً. أتمنى لو كان معي من قبل. كنت أعلم أن هذا سيفي بالغرض. لقد انتهيت. عمل ممتاز يا صاني، يستحق هذا علامة امتياز. أنا فخورة بك جداً. واو، حقاً؟ هذه الحقيبة مصنوعة من أجود أنواع الذهب والفضة. ولعبة سامبل دامبل الأكثر تميزاً. هذا رائع جداً. أعرف أنك تشعرين بالغيرة. هذا يمنحني شعوراً جيداً. يمكنني فعل هذا طوال اليوم. يبدو ممتعاً حقاً. لم تري شيئاً بعد. انظري ماذا سيحدث حين أضيف الجليتر. سأضعها في التجاويف. ينبغي أن يكون ذلك كافياً. والآن سأرفعها. هذا مذهل. علي أن أخذ هذه إلى كل مكان أذهب إليه. هل تشاهدين هذا؟ افعلي ذلك مجدداً. ها نحن ذا. اللون الفضي لوننا الثاني المفضل بعد الذهبي. مرة أخرى، هذه أفضل متعة. لدي غرفة خاصة للجليتر في المنزل. إنها محظوظة جداً. ما هذا؟ ربما يمكنني استخدام قطعة الورق هذه لإضفاء بعض المتعة. ضع ورقة على سطح مسطح. خذ بكرة شريط لاصق وتتبع هيئتها بقلم الرصاص. ارفع الشريط اللاصق واستخدم قلماً لرسم رمز تعبيري. تذكر إضافة التفاصيل والألوان. قص الدائرة بحرص عن الورقة. أحدث شقاً في الورقة من الأعلى. ثم اطوي طرفاً على الآخر حتى تصبح الورقة بارزة. ثم ثبتها بالشريط اللاصق. اصنع رقم 8 بالورق وقص دواخله. ثم ثبت الرموز التعبيرية فوقه. ضع رقم 8 فوقها وثبتها بشريط لاصق. أصبحت لدي لعبة سامبل دامبل الخاصة بي، وهي تعمل بكفاءة. سعيد؟ حزين؟ يا لها من فكرة رائعة. كيف أبدو؟ مضحكة؟ يعجبني ذلك. هذه حلوة كثيرة. أعتقد أن لدي كل ما أحتاج إليه. أوبس، سألتقط هذه لاحقاً. سأضعها هنا.
سيكون هذا مكانا جيدا. لن ينجح هذا، علي العثور على مكان جديد. دعوني أفكر، لابد من وجود مكان يمكنني وضعها فيه. لا أرى مكانا مناسبا، ماذا سأفعل؟ أو حسنا، أعتقد أنني سأضعها على السرير. يمكنك حراستها يا دبي. ماذا أكل أولا؟ الرقائق خيار جيد، إنني أتطلع لهذا. أنا فوضوية جدا. لن يلاحظ أحد، هذه ليست بمشكلة. مالانا، ما كان ذلك؟ جن، ماذا يجري بالأسفل؟ انظروا إلى هذه الفوضى. هذا لذيذ جدا، علي وضع هذه هنا. يبدو هذا مكانا جيدا. كلا كلا، ليس مكانا جيدا، انتبهي. لقد أمسكت بها، كان ذلك وشيكا. ماذا؟ أو كلا، لن تفعلي، توقفي عن إحداث الفوضى، فأنا أعيش هنا أيضا. أهلا، يوحي لي هذا بفكرة. سأقطع دائرة من الورق المقوى، ثم سألفها بورق الألومنيوم. أحب هذا اللون، وسأبرم الطرفين الآن، وسألف شريطة حولهما. إنها تصبح قطعة حلوى عملاقة. إنها تشعرني بالجوع، لكني لم أنتهي بعد. أحتاج إلى أصيص النبات هذا. شكراً، هذا مثالي. سأضع الحلوى العملاقة على. لدينا طاولة الآن. أو مرحباً، إنها جميلة. أنا أمزح فحسب، فهذه أنا. زين، انظري إلى هذا. ماذا؟ أوه، ما هذا؟ ستحمل كل وجباتك الخفيفة. واو، هذا مذهل. هيا لنأكل. أحب الحصول على جولة تسوق رائعة، لكن رصيدي البنكي لا يحب ذلك. كانت هناك صفقات جيدة كثيرة، كان الأمر يستحق الإنفاق تماما. أوه، مرحبا يا عزيزتي. هل هذه هدايا عيد ميلادي؟ عيد ميلادي من؟ لم أنسى صدقاً، لابد من وجود شيء يمكنني إعطاؤه لها. لا أصدق أنني فعلت هذا، هل يمكن أن أعطي حذائي؟ أوه واو، ماذا؟ كلا كلا، هذا لأمك. لقد نسيت حقاً. كلا، أنا... ما للحظة؟ أظن أنا لدي فكرة. حان وقت العمل، أحتاج إلى بعض الإبداع فحسب. سأخذ الغطاء من الصندوق وسأرسم عينين داخله. هكذا تماما. والآن سأملأ الفراغات، يبدو هذا جيدا. والآن سأرسم أنفا وفما، ثم سأقطع ثقبا في الفم. ستحب صاني هذا. أنا منزعجة للغاية. انظري إلى ما لدي، صندوق حذاء قديم. هل هذه مزحة؟ شاهدي هذا، سأفرغ الحلوى على الغطاء. حاولي إدخالها في الثقب. أوه، إنها لعبة. إنني أنجح يا أمي. لعلمك، هذا ممتع. وسأحصل أنا على هذا الحذاء الرائع. أوه، أحب هذا الوشاح أيضا. يا له من يوم. أوه، يبدو ذلك مكانا جيدا للجلوس. أوه، هذا جميل. أحب أن أكون وسط الطبيعة. أوه، يا له من سنجاب صغير جميل. مرحبا أيها الصغير. أوه، يمكنني أن أرسمك. لا تتحرك. أوبس، كان ذلك وشيكا. أنا آسفة، سأستغرق دقيقة فحسب. ربما يمكنني أن أستند على المقعد. مهلا. كلا، هذا لا يفلح. لا يمكنني أن أجد وضعا مريحا. لما هذا صعب هكذا؟ هذا محبط جدا. هذه البيتزا لذيذة جدا. هل يمكنني مساعدتك؟ مرحبا، هل يمكنني الحصول على هذا الصندوق؟ سأدفع لك. بالتأكيد، لكن ليس البيتزا. رائع، يمكنني شراء مزيد من البيتزا. هذا يوم حظي. هذا ما أحتاج إليه تماماً. سأستخدم هذا كدعامة لرفع الغطاء، ثم سأسند ورقتي عليه. هذا أشبه بحامل الرسام. الآن يمكنني رسمك. يمكنني رسم السيدة التي تأكل البيتزا. تبدو هذه رائعة جداً، لكن رسم الأشخاص صعب جداً. البيتزا هي أفضل طعام حقاً. مرحباً، أنت نموذج رسم رائع. ماذا قلتي؟ هل ترسمينني؟ ربما يمكنني إلقاء نظرة. سأبقى هادئة. مستحيل، لا أصدق ذلك. إنها تحفة فنية. واو، لقد أغفتني. هذه أنت، آمل أن تكون قد أعجبتك.
تعجبني كثيراً. هل تعتقدين أن بإمكاني شراؤها؟ بالتأكيد. شكراً لك، أنت فنانة حقيقية. هذا لطف كبير منك. توجد خردة كثيرة هنا. إنه مجرد فأر. إنه يستهدف الأسلاك. لا تتجرأ على ذلك. كلا توقف. لم يستمع إليك يا أشلي. ضميني، هذا ليس جيداً. اهدأ، لدي اكتشاف. لا تري الوحوش مكاني. خذ هذا، لابد من وجود شيء هنا يمكننا استخدامه. سنلقي نظرة هنا. هل علينا ذلك؟ أجل يا جاستن، هذا أمر جدي. حسناً، سأبحث بهذا الصندوق. يحتوي على دمى قديمة فحسب. أوه، عنكبوت ضخم للغاية. أوه، إنه مجرد لعبة. جاستن، ركز. أنا آسف. لا أصدق أنك أخي، هذا محرج. إنني أحاول جيداً. سأبحث هنا. أوه، لقد أمسك بي الوحش. مهلاً، إنذار كاذب. إنه مجرد شرائط أضواء. ماذا تفعل الآن؟ دعني أساعدك. يا للهول، لقد كنت محقاً. بشأن ماذا؟ الوحوش. خذوا جاستن، فأنا الذكية بيننا. ها؟ هو إنه المزيد من شرائط الأضواء. على اللحظة، يمنحني هذا فكرة. ماذا تفعلين؟ أظن أن بإمكاننا استخدام هذه الأضواء، لكننا نحتاج إلى شيء واحد آخر. لنبدأ العمل. سنبدأ برسمي على الكرتون. سأرسم كوكباً وسأرسم بعض النجوم. يبدو هذا جيداً. والآن نحتاج إلى ثقب الكرتون. استخدام مفك البراغي مثالي لهذا. سنصنع ثقوباً على الخط الخارجي للنجوم، وسنفعل الشيء نفسه مع الكوكب. والآن سنقطع شرائط الأضواء عبر الثقوب. لا تفوت أي ثقب. الناحية الأخرى من الكرتون لونها أسود، لذا سيبدو التأثير النهائي مذهلاً. لنعلقه على الجدار. هذا هو المكان المثالي. أحسننا صنعاً. أنا فخور بهذا. أشلي، ألا ينبغي أن تنير؟ هل أوصلتها بالمقبس؟ لقد نسيت ذلك الأمر. حسناً، نحن مستعدان. هاو، إنها جميلة. إنها جميلة فعلاً. لا أشعر بأن المكان مخيف الآن. سيكون الأمر وكأننا نجلس تحت النجوم. حسناً، ما التالي؟ يوجد الكثير لفعله. لنستمتع بهذا أولاً. هذا جميل. هذه شاحنتي المفضلة. هجل، لم أصدق أنها قالت ذلك أمام الملأ. هذه شاحنة كبيرة، يمكنها حمل الكثير. ثم تظاهرت صديقتها بأنها لم تسمع أي شيء. أو إنه نمر، سألعب به. هجل، هذه الإنسانة الدرامية. أو ما الذي دعست عليه؟ لا، شاحنتي المفضلة. أو إنها حالة طارئة. أمي، لقد كسرت شاحنتي المفضلة. لحظة، عندي حل لهذه المصيبة. سأحضر هذه الحبات المنفوشة الملونة وأغمس أطرافها في الماء، ثم سألصق كل قطعتين ببعضهما. سأواصل بناء الهيكل باستخدام الماء كغراء. تبدو رائعة. سأضيفها للقطع التي صنعتها. عزيزي، أحضرت لك هدية. واو، شاحنة جديدة. بيب بيب، هذه شاحنة قابلة للأكل. يا ويلي، انكسرت المزهرية. يا ويلي من أمي. هلن، خطرت لي فكرة. أمي قادمة، أمل ألا تنتبه للفرق. هناك شيء غريب فيها. أظن أني أتوهم. مرحى، لم تنتبه للفارق. كنت أبحث عن هذه وقت الاستحمام. وداعا أيتها الصغيرة، لابد أن هناك شيئا سيسليني. أعرف، يمكنني شراء المرح. علي الانتظار فحسب. ماذا ستفعلين الآن؟ احترسي، أنت غريبة للغاية. لابد أن يفي ذلك بالغراب. لقد نجح الأمر. انظري إلى ذلك، هذا مسل جدا. يعجبني ذلك. هناك أشياء كثيرة لأفعلها. مرحبا يا من هناك. ماذا الآن؟ هل يمكنني تجربتها رجاء؟ تفضلي. هل يمكنني أن أريها أين أحتفظ بمالي؟ لا
لدي مال كافة. لا يهم، أمسكت بها. انظروا إلى كل هذه الدببة المحشوة. ركزي، سأضع هذه في الحقيبة. رجاء اعملي، هذا مثير جدا. ما هذا؟ هذا محبط جدا، أو ربما لا. خذ قطعتين من الورق المقوى وقص مربعا في إحداهما، ضع إحداهما فوق الأخرى، لونهما بألوان مختلفة واجعل الحواف مستديرة، وبعدها خذ بطاقة بيضاء وارسم أرنبا على البطاقة. يحتاج كل أرنب إلى جزرة. إنه لطيف جدا. ثم أضف الألوان، لا تنسى أمر الجزرة. حاول التلوين داخل الخطوط، تبدو هذه الجزرة مشبعة بالسوائل. قطع البطاقات إلى مربعات كهذا وابدأ بوضعها داخل إطار الورق المقوى. أبقي مربعا خاليا ثم حرك المربعات. هذه أحذية رائعة، إنها صعبة لكنها ممتعة. نجحت بترتيبها، لم أعد أحتاج إلى هذه الحقيبة، لأجرب ذلك مجددا. لنصلح مكياجك. لا تتحركي، هذا يدغدغ. ما التالي؟ أين أدوات مكياجي؟ دعيني أفكر. طلاء شفاء، ستلائمك هذه الدرجة. هل أنت متأكدة؟ كيف يبدو هذا؟ جميل. الآن حان وقت ظلال العيون. جميل، أود اللعب أيضاً. تملك جينيفر دائماً أفضل الأشياء. ما هذا؟ كائنات يونيكورن. نحتاج إلى شيء أخير. ماذا تفعلين؟ أعطيني تلك. كلا، إنها ملكي. علي الذهاب. أيتها الشقية الصغيرة، انظروا إلى ما فعلت. لا تقلقي، يمكنني إصلاح ذلك. أحتاج إلى عصا المثلجات تلك. لدي مزيد من عصي المثلجات والجليتر. سأرش الجليتر على طبق، سأستخدم ألوانا مختلفة. الآن أحتاج إلى إصبع غراء، سأمرر إصبع الغراء على عصي المثلجات ثم أضغطها على الجليتر. علي أن أتأكد من أنها مغطاة بالكامل. والآن حان دور البقية. ينبغي أن يفي ذلك بالغراض، ثم سأضعها على ورقة فوم. لدي مزيد من الفوم، سأقص دائرتين من الفوم المغطى بالجليتر. لكلتيهما حافة مستقيمة، سأضع بعض الغراء على ورقة الفوم. حسناً، الآن أحتاج إلى لصق الدائرة عليها. هذا هو سبب وجود الحافة المستقيمة. سأطوي الإسفنج على الدائرة. الآن يمكنني تثبيت الورقة بعصي المثلجات. يبدو ذلك جيداً. سأضيف الكرة الزغبية إليها. سأضيف واحدة أخرى لأصنع قفلاً. ما رأيك؟ واو، هذا رائع. يمكنك تخزين مكياجك فيها. أنت الأفضل. لنجرب ذلك. لا أصدق أنك فعلت هذا، إنها تناسب مكياجي بشكل رائع. أنا مسرورة لأنها أعجبتك. مهلاً، ماذا يحدث؟ ما هذا؟ ابقي بعيدة. جينيفر تتصرف بلوم. لدي فكرة، لدي مزيد من عصي المثلجات. هل يعطيك هذا شعوراً جيداً يا روبر؟ لا مثيل لتدليك جيد. يتصل جاستن بي، علي رد علي. لقد نسيت تماماً أننا سنخرج معاً الليلة. مرحباً يا جاستن، إنني أستعد. حسناً، أراك حينها. وداعاً، علي الإسراع. لدي فرو على بلوزتي، لا يمكنني الخروج هكذا. إنه في كل مكان، هذا مزعج جداً. أنا أحب هذا الزي كثيراً. أعتقد أن علي تبديل ملابسي، من الأفضل أن أسرع. هذا أفضل. ماذا؟ لا تنتقدوني، إنه مريح. لكن ماذا سأفعل بشأن روفر؟ لن أتركه مع كريس. مهلاً، أعلم ما سأفعل. سأحضر بعض الملابس. أعتقد أن هذه ستفي بالغرض. هل أختار سترتي الجلدية أم سترة كريس السخيفة؟ السخيفة تفوز. أحتاج إلى بعض قمصاني أيضاً. سأملأ السترة لأبطنها.
سيكون هذا كافياً، ويمكنني استخدام هذه الجمجمة. يمكنني وضعها في غطاء الرأس. يبدو أنني حصلت على جليس كلاب. لقد رأيت من هم أسوأ منه. يا روبرت، تعال إلى هنا. لدي شخص أود أن تقابله. سيعتني بك هذا الرجل المريب بينما أخرج مع جاستن. لا تقلق، إنه لا يعض. إنني أقصد روفر. هكذا تماماً، اتخذ وضعاً مريحاً. مرحباً يا جاستن، علي تغيير موعدنا، فلدي حالة طارئة. كسر كريس ضفرة. أنت صديقتي المفضلة يا ميمي، أريد معانقتك فحسب. فراقك ناعم للغاية. مهلاً، كلا، توقفي. أعتقد أنني ابتلعت بعضة. إنني مبتل تماماً. لا بأس، أعلم أنك فعلت هذا كدليل على حبك، لكن علي تغيير ملابسي. إن رائحتي كريهة، لا أصدق أن هذا حدث، لكن على الأقل لم يكن برازاً. من الأفضل أن أرتدي شيئاً آخر. ماذا حدث لملابسي؟ لقد اختفت. ماذا سأفعل؟ تبقى حل واحد فحسب، سأضطر إلى ارتداء ملابس ماندي. أبدو جيداً فعلاً بهذه البلوزة. ميمي، هل تحتاجين إلى التبول مجدداً؟ مهلاً، لدي فكرة رائعة. إنه جاهز. ميمي، لقد دنيت لك مرحاضاً. هيا، الآن ستتمتعين ببعض الخصوصية. هل انتهيت؟ تذكري غسل كفوفك. أنا فخور بك جداً. لا يمكنني ترك هذا الكتاب، إنه مشوق جداً. واو، إنه رائع للغاية. أشعر بملل شديد. لابد أن هناك شيء لأفعله. تأملوا ذلك. واو، مرحبا، أود أن أطلب شيئا ما. خدمة رائعة، تفضل. هذا ما أردته تماما. هذا مدهش. ما هذا؟ لا يهم، لا يسعني الانتظار لاستخدامه. الآن أصبح لدي ناد ليلي خاص. جميل جدا. هاو، إنه مذهل. أوهو، تأملوا ذلك. هل يمكنني الاحتفال معكن؟ كلا. أوهو، لكن هذا تصرف لئيم. انتظرن، إنه لا يعمل. أعرف، انظرن، لدي هذا، سيكون سحريا. سأزيل الجزء العلوي من علبة حليب كرتونية، ثم أرسم نجوما فيها وألصق ورقا داخلها. قليل من الطلاء وسأصبح جاهزة للاحتفال. أحتاج فقط إلى تأدية أفضل حركاتي في الرقص. ما رأيكن؟ وفوق ذلك لدي مصباح. سأضع العلبة فوق المصباح ويمكننا الاحتفال. أوهو، هيا بنا. هذا رائع، يعجبني كثيرا. إنه جميل جدا. إنه يبدو جيداً حقاً. أجل، أحب الروك. استمع إلى مقطوعات الجيتار المنفردة يا روفر. إنهما يبدوان سعيدان للغاية. علينا فعل شيء كهذا يا ميمي. لا، لست محبة للموسيقى، أليس كذلك؟ لا بأس، سنفكر بشيء آخر لنفعله. سنستمتع بأي كان ما سنفعله. ميمي، إلى أين تذهبين؟ أريد أن أكون مثل ميندي وروفر فحسب، لكن ميمي تدفعني بعيداً دائماً. يبدو روفر مرتاحاً للغاية. هذا هو الحل، علي أن أجعل ميمي تشعر بارتياح أكبر. حان الوقت للتسوق على الإنترنت. أريد أن أحصل على الهدية المثالية لنرى ما يمكنني الحصول عليه. هو، انظروا إلى هذا، هذا مثالي، لكنه باهظ جدا. إلا إن ذهبت إلى أمي. مرحبا يا أمي، تبدين جميلة اليوم. هو، شكرا يا عزيزي. كنت أتساءل إن كان بإمكاني الحصول على مصروف إضافي. ماذا؟ هل أنت جاد؟ هذا مضحك، كنت أحتاج إلى الضحك. شكرا يا كريس. حقاً، عرفت أن هذه ستكون فكرة جيدة. دعني أتفقد محفظتي. هل في دولار؟ هل جننت؟ لا أملك مالاً، هل ترى؟ صحيح، إذن هذه إجابة بالرفض. أعتقد أنني سأبحث عن فكرة أخرى. لا أعلم ماذا أفعل. مهلاً، حامل ملفات أمي. هذا ما أحتاج إليه تماماً. ربما لن تلاحظ اختفاءه. آسف يا أمي، لكنني سأخذ هذا. سأشرح الأمر لاحقاً. علي ذهاب، حان وقت العمل. أوهو، أحياناً أفاجئ نفسي. بنيت منزلاً صغيراً لميمي، لكن ينقصه شيء. هذا أفضل. هو، إنه مذهل. يا ميمي، تعالي وتفقدي هذا. هو، كان هذا سريعاً. لابد أن هذا يعني أنه أعجبك. تبدين سعيدة للغاية. أنا أحبك. توجد هنا الكثير من الأشياء الجميلة. هذا الحذاء رائع، كم ثمنه يا ترى؟ ماذا؟
ثمن حذاء واحد؟ سأعيده، سأتحقق من المبلغ الذي بحوزتي. ستمنحك هذه النظارة مظهراً رائعاً. واو، إنها أنيقة للغاية. لقد وصل للتو من باريس. هيا، لقد نال إعجابك. حسناً، سأفعل. سأصبح ثرياً. أعتقد أنهما ليس بحاجة إلى هذا الصندوق بعد الآن. سأقص الصندوق على شكل حذاء، ثم سأحتاج إلى مسدس الغراء. سأخذ شريطاً من الورق المقوى وألفه حول الحذاء، هكذا تماماً. ثم سأدخل هذه القطعة، وسأستخدم الغراء لتثبيتها في مكانها. يجب أن أغطي أصابع القدم. هي، يبدو جميلاً بالفعل. سأضع اللسان الآن. سأصنع ثقوباً في الورق المقوى وأفعل الشيء ذاته على الجزء الجانبي. سأستخدم هذه الثقوب لوضع أربطة الحذاء، والآن يمكنني تلوينه، ثم يمكنني إضافة الأربطة. هذه الأربطة الوردية جميلة، تعجبني هذه السترة. هو، انظروا إلى هذا الحذاء. من أين اشتريته؟ سأنظر إليه عن كثب. يا إلهي، إنه جميل جداً. هل تريدين شراء حذائي؟ هاني، إنه فريد من نوعه. هذا أفضل، سأشتريه. حسناً، كما تريدين. ستغار مني صديقاتي، هذا ما كنت أبحث عنه. والآن يمكنني الذهاب للتسوق. سأبدأ بهذا الحذاء. هاجل. وقت نوم يتينا، أحلاماً سعيدة. أشعر بالراحة. أوه، المكان مؤتم جداً. ماذا لو كان هناك وحش؟ أنا قادم إليك يا تينا. أنا بحاجة إلى صديق جديد. من هناك؟ لدي مصباح ولا أخشى استخدامه. أنا جادة، أنا بارعة في الكاراتيه. لا أحد هنا. لابد أنني أتخيل. حسناً، سأحاول أن أنام. كان ذلك حقيقياً. إنه كذلك، ولم ينتهي بعد. أنا أسوأ كوابيسك. من قال ذلك؟ يكفي، أبي! هل أنت بخير؟ ما المشكلة؟ يوجد وحوش في غرفتي. إنهم في كل مكان. وحوش؟ ها؟ سأتحقق من الأمر. لا أحد هنا، كل شيء على ما يرام. لكني سأترك المصباح مضيئاً. شكراً أبي. عودي إلى النوم يا عزيزتي. تصبح على خير يا أبي. إنه رائع. لا أستطيع النوم، هذا ضوء ساطع جداً. هناك حل واحد فقط. أبي! ماذا هناك؟ لا يمكنني النوم بسبب هذا الضوء. إنها مشكلة حقيقية. أعتقد أن لدي فكرة. أحتاج أولاً قطعة من الورق المقوى والغراء. سأضع الغراء على حافة لوح الورق المقوى بهذا الشكل، ثم أطويه. سأصنع منه صندوقاً. سأضغط عليه برفق كي يلتصق، ثم سأستخدم شفرة وأقص شكلاً. سأصنع نجماً ونجوماً أخرى، ثم سأغطي الصندوق بورق أزرق. سأقص النجوم على الورق أيضاً. سأضعه فوق المصباح لصنع مصباح ليلي. سيساعدك هذا على النوم. والآن أغمضي عينيك. شكراً أبي. أراك صباحاً. ليلة سعيدة. ليلة سعيدة. مهلاً. لا تخبرها أنني هنا. فهمت يا صاح. حسناً، هذا غريب. ها؟ أين ذهب المهرج؟ حتماً أنا مرهق. بدأت أجواء الحفل تعم المكان، ولقد فعلت كل هذا بنفسي. آمل أن يعجب ماديسون. لا يمكنني أن أنسى تغليف هديتها. ها هي تبدو مغلفة باحترافية. شكراً جزيلاً لي. ها هي آتية الآن. أين أضع الهدية؟ لن تراها هنا، أليس كذلك؟ عيد ميلاد سعيد! لقد أصبحت أكبر بعام واحد، وقد حان وقت الاحتفال. يا للهول، هديتها! لا يمكن أن يكون هذا جيداً. وأين هديتي؟ أغلقي عينيك. حسناً. ماذا أفعل؟ هل يوجد ما يمكن إنقاذه بالأسفل؟ لدي فكرة، يمكنني تحويل هذه إلى شيء جيد. استخدموا الغراء الساخن على قاعدة المربع، ثم ضعوا قطعة أخرى في الأعلى وكرروا الشيء نفسه، ثم أضيفوا قطعة على جانبها. ها نحن ذا. ثم أضيفوا قطعة إضافية في المنتصف. ثبتوا العصا بقليل من الغراء، ثم أضيفوا هذه القطعة بالأعلى. والآن ضعوا العلبة في الوضعية الرأسية، ثم أضيفوا مجموعة منها معاً.
أضيف لمستكم الخاصة، ثم سنضع الحلوى. لقد اخترت حلوى ماديسون المفضلة، سيعجبها هذا كثيراً. إنها الهدية المثالية بكل بساطة. افتحي عينيك، عيد ميلاد حلو لك يا عزيزتي. هل تمازحني؟ أريد بعض حلوى الدببة الهلامية أولاً. هذا رائع، الأحمر هو لوني المفضل. هذا أفضل عيد ميلاد على الإطلاق. الآن سأحصل على بعض الشوكولاتة. هذه كرة ضخمة. دعيني أساعدك في أخذ هذه الحلوى هنا. أخبريني متى أتوقف. أوهو، إنها كلها لي. بعض الحلوى لحلوتي. من أجمل فتاة صغيرة؟ أنت الأجمل. هذا غريب، ألم أشتري طماطم؟ أو عذراً يا لكسي، لكنني أحتاج لحبة طماطم، فهي ليست لعبة. شكراً لك. أو يا لتصرفاتكم أيها الأطفال. لا بأس، سأكتفي باستخدام شيء آخر في هذه الحالة. وأضيف بعض النودلز. ماذا سأسمي طفلي الجديد؟ أعتقد أنه يحتاج إلى وجه أولاً. ها هو ذا، يبدو منطقياً، أليس كذلك؟ لا لا لا، معذرة. لن أفقد الأمل الآن. أعرفك إلى الممسحة يا عصا المكنسة. انظروا إلى الحب الجريف الذي يجمعهما. مرحبا أيتها المكنسة، أفقد اتزاني معك دائما. توقفي. ماذا؟ أعطني هذه الأشياء، والآن عليك التزام الهدوء والجلوس هنا. ما الذي يحدث لي؟ أتمنى لو كان بإمكاني ترفيه عنها. ربما أستطيع فعل ذلك. انتظرا هنا، حان وقت التفكير خارج الصندوق. خطرت لي فكرة رائعة. هل أنتم مستعدون؟ لنستخدم مسطرة من أجل رسم خط مستقيم، وبمجرد الانتهاء من ذلك سنضيف خطا آخر مع المزيد من الخطوط بهذا الشكل، وبعدها سنمرر شفرة حادة فوق الخطوط. لكن يجب الحذر هنا لأنها حادة جدا. سنزيل الحدود الخارجية، ثم نرسم خطوطا بعرض اللوح، ونضيف بعض الخطوط المائلة للربط بينها. سنكرر هذه العملية في كل قطاع، ثم نستخدم الفرجار في هذه المناطق. سنقص كل واحدة منها بعناية، قد يستغرق هذا بضع دقائق. علينا إخراج الدوائر الآن. سننتقل إلى القطعة التالية لنستخدم المسطرة من أجل رسم المزيد من الخطوط، ويمكننا استخدام قلم التحديد الأسود هذه المرة. أتمنى أن تكون الشفرة محتفظة بحدتها. انتبهوا لأصابعكم ولا تنسوا الخطوط الأخرى. افصلوا بين القطعتين واستخدموا الغراء الساخنة بطول حافة اللوح على كلا الجانبين، ثم ألصقوا الألواح معا. بوب، حان وقت خروجكم. سنلف اللوحة، حان وقت العمل على الجزء الداخلي. سندخل هذه القطعة هنا، وهذه القطعة في الأسفل هنا. حسناً، أوشكنا على الانتهاء. تادا، لنضع الغراء على حواف هذه القطعة، ثم نثبتها هنا بالضبط بهذا الشكل، وسنضع هذه القطعة في هذا المكان. ولدينا هذه القطعة في الخطوة التالية. أعتقد أنكم فهمتم الفكرة. والآن سنخرج الجزء المفرغ في القطعة الجانبية. سنضيف بعض الغراء إلى عود أسنان صغير، ثم نضعه هنا. نحتاج إلى عودين إضافيين، يبدو شكله جيدا للغاية. سنلصق هذا الصندوق الصغير هنا في الأسفل، وبعدها سنضيف الجزء الخلفي، وسنستخدم الغراء لتثبيته بهذه الطريقة. والآن سنثقب هذه الدائرة، قد نحتاج إلى دفعها للداخل قليلا بهذا الشكل. والآن سنضيف بعض الغراء هنا، وسنلصق دائرة أخرى فوقها، ثم نضيف دائرة أصغر هنا. حان وقت إضافة دائرة كبيرة أخرى. لا نحتاج إلى كل هذا الطول، سنثقب به هذا الشريط الكرتوني بهذا الشكل. الأمر سهل. والآن سنضع الأشواك في مواجهة الأعلى، ونثبت فوقها هذه الدوائر، ثم نقص الخشب الزائد، وسيثبت الغراء الدوائر في مكانها. تادا، سنضع هذه القطعة هنا في الأسفل، ونغطي المساحة الفارغة بهذه القطعة. تبدو مذهلة، لكنها تحتاج لبعض الألوان. أتذكرون تلك الخطوط التي رسمناها؟
سنستخدم أقلام التحديد الملونة فوقها ونضيف بعض الملصقات أيضا. رائع، سأخذ هذه القطع. أستطيع استخدامها عند الحواف، وبعدها سأستخدم ورقة بيضاء مع قلم تحديد أسود وسأرسم وجه حيوان صغير ولطيف. أيمكنكم تخمين نوعه؟ ستكتشفون بمجرد تفريغه. والآن سنلصقه فوق قطعة مماثلة من الورق المقوى باستخدام أنبوب الغراء. أترون؟ قياسها متماثل. وبعدها سنقصهما. والآن سنضيف 4 طبقات حتى تتمتع القطعة ببعض الارتفاع. سنقلبها ونضيف الغراء، ثم نلصق به الحبل قبل أن يجف. نعم، يبدو الشكل رائعاً. والآن سنمرر الحبل عبر هذه الشفاطات. يا لها من أصابع تعمل ببراعة. سأمرره حول هذه البكرات، ثم أضيف السقف. أليس هذا مذهلاً؟ ما رأيك يا لاكسي؟ إنها مطاردة قطط وفأر. أتودين تجربتها؟ ضع الكرة هنا واجتازي كل هذه الثقوب. لا يمكن إدخال الكرة هنا، بل تدخل هنا فقط. لقد فهمت اللعبة الآن، صحيح؟ يمكنك تجربتها الآن. حسناً، أعتقد أن بإمكاني فعلها. يا للهول، تعتز هذه اللعبة بجدة. مهلاً، لا، لقد دخل السجن. يا للهول. تفضلي، لما لا تعيدين تجربة؟ حسناً، سأكون أكثر حذراً هذه المرة. حسناً، تتحرك الكرة نحو الأعلى. لا تدخلي هناك. فيو. حسناً، لقد قطعت نصف المسافة للأعلى تقريباً. ها أنا أقترب. مهلاً، رائع، لقد دخلت. انظري يا أمي، لقد نجحت. هذا صحيح يا حبيبتي. كم هذا ممتع، سألعب هذه اللعبة طوال الليل. هذا ظالم جداً. أمي؟ ما الأمر؟ انظري إلى هذا، هل يمكنني شراؤها أرجوك؟ أجل، بالطبع. أوه، لا أصدق هذا. هذه لأجلك. شكرا يا أمي. ما هذا؟ كرة ثلجية، ماذا أفعل بها؟ ماذا؟ ألا تعجبك؟ لقد أردت هذا. لقد تفعل أمي هذا بي. لن أستسلم، إنها تحتاج لإقناعها أكثر. يعتمد الأمر على الإلحاح. أحتاج إلى تناول المزيد من الألياف. أنت تحتاجين إلى هذا وأنا أحتاج إلى هذا. هل تمازحينني؟ حسناً، سأفعل أي شيء لأعيش حياتي بهدوء. واو، متجر الألعاب هذا رائع. من الأفضل أن أتصرف باحترافية. إننا نبحث عن هذا. لا تتوقف ابنتي عن الحديث عنها. أخبريني بأنها لديك أرجوك. بالطبع، إنها هناك. حقاً؟ يوجد تخفيض عليها. هذا يوم حظي. مهلاً، لا يمكن أن يحدث هذا. ما الخطب؟ كلا، اللعبة. يبدو أنها نفدت. الأسرع يفوز. حظا موفقا في المرة القادمة. كلا، أنت لا تفهمين الأمر، أحتاج إليها. علي التفكير في شيء ما. ربما يمكنني استخدام ذلك الورق المقوى. سألصق قطعا من الورق المقوى معا هكذا. أريد أن أصنع صندوقا. ستتدحرج الحلوى من هذا الثقب. سأضيف الآن عصيانة خشبية على الجانب. سأقطع وأكدس طبقات من الورق المقوى معا. سأمرر عصا خشبية عبرها من الأعلى، ثم سأضع رباطا مطاطيا على جانبي العصا، ثم يمكنني وضعها في الصندوق. سأضع هذه القطعة على الجانب ذي الثقب. سأسحب الرباط المطاطي وسأثبته على العصا الرأسية. سأفعل الشيء نفسه الآن على الجانب الآخر. ثم يأتي وقت الحلوى. حين أدفع الورق المقوى، تسقط الحلوى من الثقب. ثم أحتاج إلى العمل على الجزء العلوي. ينبغي أن يكون مائلاً. ثم يمكنني وضع اللوح الأمامي. سأضع هذا المكعب الزجاجي على الصندوق. ثم سأضيف غطاءً سأملأه بالحلوى. هذه هي حلوى صاني المفضلة. ثم سأضيف وجهاً إليها. أريد أن أجعلها لطيفة. إنها تعمل. ما رأيك يا صاني؟ واو، إنها ماكينة هلكة. اضغطي على الأنف وشاهدي ما سيحدث. أحب هذا. أريد المزيد. اتركي بعض الحلوى لي. لا يمكنني أن أعدك بشيء. أمي، ماذا الآن؟ انظري إلى هذا، أنا أريدها. لكن لما أزعج نفسي؟ هل انتهى؟ ها؟ ها؟
هذا يوم حظي. ما مشكلة هذا شيء؟ مهلا. ماذا؟ فأر. ماذا سأفعل الآن؟ أتمنى لو عندي فأرة جديدة. موديل رقم 3000. رائع. أعتقد أن لدي ما يكفي من المال لشراء واحدة. أوه، أرى ورقة خضراء. لا أعتقد أن دولارا واحدا سيكفي. يجب أن أتولى الأمر بنفسي. سيكون هذا رائعا. أنا قادم. من قال أنك بحاجة للمال كي تحصل على ما تريد؟ ها، لا أحتاج سوى لهذا الصندوق. سأقص قليلا من هنا وأربط بعض العقد هنا. أوشكت على الانتهاء. أقدم لكم الآن فأرة الفاخرة موزي رقم 3000. انظروا إليها وهي تعمل. هل أنا ذكي أم ماذا؟ سأنال من هؤلاء زومبي. هاي، لا يمكنني النقر يمينا. لا تتخلي عني الآن. إلى القمامة. مزعج جدا. الموديل رقم 3000. هذا أفضل. إياكم التقليد من شأن المعدات الجيدة. أوه، يبدو هذا الفتى جائعا. إنني أجعل المطر يهطل. هذا ما أفعله طوال اليوم. أوه أجل، لدي نقود كثيرة يا أعزائي. يبدو أن علينا التنظيف قليلا. سأساعدك في هذا يا عزيزتي. أوه أرجوك، لا مزيد من هذا. أنا أصر. لا مزيد من هذا؟ لا يملي علي أحد ما أفعله. يا إلهي، هذا يكفي يا ماديسون. قلت لك تعالي إلى هنا الآن. أبطئي من سرعتك. أنا عجوز على فعل هذا الهراء. من السيء أنك عجوز جدا. ما الذي فعلته لأستحق هذا؟ مهلا، أعلم ما يمكنني فعله لإيقاف هذا الجنون. كل ما أحتاج إليه هو قطعة كرتون صغيرة. ضعوا قضيبين صغيرين في منتصف المربع وضعوا عليهما نابضين. والآن ضعوا هذه القطعة بالأعلى، ثم أضيفوا هذه القطعة الإضافية حولها. ألا تبدو هاتان العينان مضحكتين؟ لن يضرنا إضافة بعض الألوان أيضا. هل تريدين أن تري ما أعددت؟ إنه لطيف نوعا ما، أليس كذلك؟ شاهدي وتعلمي. هل أنت جائع أيها الصغير؟ تناول طعامك. ماذا؟ عليك أن تدعني أحاول. هذا لا يصدق. مرحى، لقد نجح. أجل بالفعل. وانظروا من تلتقط العملات الآن. هذا أمتع كثيرا، أليس كذلك؟ أجل، أنا متأكدة من أنه جائع. هذا ممتع جدا. أو تفضلي. أنت متأخرة في استعداد. مهلا، ربما أحمل بعض المال. هل تقبلين الدفع بالخيوط؟ آسفة، إنها كل ما لدي. كلا، طفح الكيل. سترحلين من هنا. كيف تدفعين بالخيوط؟ هذا مهين جدا. أعتقد أن عليك البحث عن مكان جديد للسكن. لن يكون من الصعب بيع هذا. أنا أحب عملي، فأنا شخصية اجتماعية لعلمكم. لا أتذكر هذه الديكورات. ماذا حدث هنا؟ المنزل للبيع؟ كيف ذلك؟ لقد طردنا. ماذا يحدث؟ لن يحدث هذا. لدينا الكثير من الخردة. حسناً، ما التالي؟ أمي، ما هذا؟ لقد رأيت هذا، أليس كذلك؟ هل علينا الانتقال من منزلنا؟ هذا أسوأ شيء. مهلا اللحظة، أعتقد أنني أعرف ما علي فعله. نحتاج إلى هذه الصناديق وحسب. سأضع هذا هنا. سأحتاج إلى مسدس الغراء خاصتي أيضا. سأغطي أعلى الصندوق بالغراء، ثم سألصق صندوقا آخر به، ثم يمكنني وضعه على جانبه. سأكدس المزيد من الصناديق بالأعلى. أحتاج إلى أنبوب الورق المقوى هذا. سأضع الغراء على جانب الصندوق. ينبغي أن يفي هذا بالغرض. سألصق الأنبوب بالصناديق. ينقصني شيء. أعلم ما هو. ستكون هذه القطعة هي السقف. إنها بالمقاس المثالي. ثم علي تزيينه. ستصنع التفاصيل الصغيرة فارقاً. سأمنح الآن السقف شكل بلاطات. صنعت هذه الليمونة من الورق المقوى. ثم سأضيف كرات البومبوم الصغيرة هذا. أريد أن يبدو ممتعاً، وأريده أن يكون زاهياً. هذه هي اللمسة النهائية.
إنها كشك عصير الليمون الخاص بي. أو كنت أنسى، أحتاج إلى الليمون. أعتقد أن لدي كل ما أحتاج إليه. أنا سعيدة جداً بهذا. حان الوقت لقطع الشريط. أعتقد أنني جاهزة للعمل. أحتاج إلى عملاء فحسب. الجو حار جداً. مرحباً، هل يمكنني الحصول على كوب؟ هذا ما أحتاج إليه. يسعدني جداً أننا نتسكع معاً. واو، أنا أحب عصير الليمون. هيا، نريد اثنين رجاءً. هيا، خذي ما علي. ارحلا من هنا. أعطيني إياه، أعطيني إياه. واو، أنا ثرية. أمي، انظري إلى هذا. أنا رائدة أعمال. ليست سرقة المصاريف نموذجاً جيداً للعمل. هيا، سأريك. لقد افتتحت كشكاً لبيع عصير الليمون. هاو، أنا فخورة بك جداً. أنت مذهلة. مالاً، لديك بعض العملاء. يوجد الكثير من العصير للجميع. سيكون هذا يوماً مزدحماً. من التالي؟ حسناً أيها الطلاب، من يريد مساعدتي هنا؟ دعوني أرى. ماذا؟ أنا الوحيد هنا اليوم. من هنا غيري؟ حسناً، أنت. بالطبع، أعلم أنك على قدر التحدي. سأبذل ما في وسعي يا أنستي. هذا كل ما أطلبه. حسناً. هذا مثير للاهتمام، لكن لا داعي للقلق. سأضع بعض التعديلات فحسب. الآن لما لا تحاول مجدداً؟ لا بأس. لا أدري ما الصعب في الأمر. سأتتبع الأرقام هكذا. سأحصل على امتياز في هذا. هذه 4 زائد 1 آخر. يبدو أنني انتهيت. أوبس، خطأ بسيط هنا. تدا، يا إلهي، أكره فعل هذا، لكن أعتقد أن هذه ستساعدني. تفضلي أيتها المعلمة. حسناً، لنجرب هذا مرة أخرى. لنرى. أعتقد أنني وجدت حلاً للمشكلة. لا أحتاج إلى هذا، لكن سيكفي هذا بالغرض. أجل، ابدأوا بمستطيل طويل فحسب، وارسموا الأرقام على جانب واحد. حسناً، لقد عدت. استخدم هذا. لا أحتاج إلى هذا بالتأكيد. آسفة، لقد نسيت تفصيلة واحدة. أولاً، نحتاج إلى قليل من اللمعان. انظروا إلى كل هذه الحبيبات. والآن أصبحت لدينا أرقام جميلة. هل ترى؟ واو، أحب كل هذه الزينة اللامعة. إذن لنجرب مرة أخرى. حسناً، الآن تعلم ما عليك فعله. شاهدي هذا السحر بسلاسة تامة. ألا تتفقين معي؟ الآن لندفع الدليل. هل نظرتم إلى هذا؟ يا له من أرقام رائعة. وأنت تعلم معنى ذلك. امتياز، هذا صحيح. صدقني. أجل، لدي نقود إضافية يمكنني وضعها في مرطبان مدخراتي. لا يسعني الانتظار حتى أدخر ما يكفي لاقتناء جرو جديد. جرو جرو جرو، الجراء هي الأفضل. ينبغي علي أن أبدأ التفكير في اسمه. يا للاول، هذه الغرفة مليئة بالغبار. أسناني، كلا، عودي إلي. يا للهول، هذا يصبح أسوأ. رجاء أن توقف عن السقوط. يا للهول، إنه يسقط من على الحافة. يا إلهي، لقد تحطم. ماذا حدث لبرطمان مدخراتي لشراء جرو؟ لا تقلقي، يمكن لجدتك إصلاح ذلك. أحتاج فقط إلى لوح كرتون، لكني أحتاج إلى عدة طبقات أخرى. ثم سأضيف الطلاء لأننا نود أن يكون جميلاً أيضاً. هل أنا بالنسبة إلى هذه القطعة الدائرية سأحتاج إلى الصمغ الساخن. تالياً سأضيف برطماناً هنا وبه فتحة في الغطاء. والآن أطعم الكلب. يا إلهي، انظري إلى العملة المعدنية تنزلق إلى داخل البرطمان. هجل، لقد وصلت إلى الداخل مع بقية العملات. يصعب جداً الدخول من الباب بهذه الحالة. لقد نجحت.
يا إلهي عزيزتي، ماذا حدث لك؟ هو حسنا كنت ألعب كرة القدم، أيمكنك أن تصدقي كم كنت سريعة وأنا أركض خلف تلك الكرة. حسنا ثم ماذا حدث؟ حسنا ثم كنت أقاتل للحصول على الكرة من إحدى لاعبات هجوم فريق الخصم، لقد كانت قوية لكني كنت أعرف ما أفعل. أخذت الكرة بعيدا عنها ثم كنت أتقدم بها داخل الملعب، ثم حسنا لقد تعثرت في كاحلي وسقطت على الأرض وخسرنا المباراة بسبب ذلك. كل ذلك بسبب أني سقطت. أنا غاضبة جدا. أنا حزينة من أجلها، إنها تحب لعب كرة القدم. يا جل، لدي حل. حسنا دعوني أخذ صندوق البيتزا هذا وأفتحه هكذا. حسنا الآن بعدما تناولت البيتزا بالكامل يمكنني البدء بلصق هذه الأركان بشريط لاصق. رائع، لنضيف ورقة خضراء في القاع. والآن سأضيف بعض الديكورات، تاليا سأستخدم الشفاطات، سأثنيهما وأدخل إحداهما في الأخرى ثم أثبتهما مكانهما ببعض الصمغ. لنضيف بعض الديكورات الملعب لنجعله يبدو أكثر مرحاً. حسناً، هذه الشفاطة لك والآن انفخي. سأنال منك، سيكون عليك النفخ أقوى من ذلك لتهزميني. كنت تنالين مني لكن دفاعي رائع. محال أن أدعك تربحين هذا. أجل، هدف، لقد ربحت. هدف، حسناً، حان وقت لعب مباراة أخرى إذن. هيا بنا. لا أحد ينظر، لذا إنها فرصتي الآن في الحصول على وجبة خفيفة. لما هذا الكيس صعب الفتح هكذا؟ بحقك، أحتاج إلى وجبة خفيفة. يلا الهول، انشق الكيس إلى نصفين. ها قد ضاعت آمالي وأحلامي بتناول وجبة خفيفة لذيذة. يا من هناك، انظروا، حلوى مجانية، لنحصل عليها. توقفوا، هذه حلواي. بحقكم، هل تمازحونني؟ أنا محبط جداً. يا إلهي، سرق الجميع حلواها كلها. ربما يمكنني مساعدتها. ماذا تفعلين؟ مرحباً، لدي حل لمشكلة الحلوى خاصتك. انظري إلى هذا، تفضلي، اضغطي على أنفه. هل ترين؟ إنه موزع حلوى. سأريك كيف صنعته. بدأت ببعض قطع الكرتون مثل هذا، ثم ألصقت بها ثلاث قطع أخرى، ثم أضفت قطعة القاعدة. هذا الجزء التالي يتطلب مزيداً من الكرتون بالتأكيد. نحتاج إلى هذا الشكل وإلى وتد آخر وحلقتين مطاطيتين. الآن أصبح هذا جاهزاً ليدخل الصندوق الذي نصنعه. سأضغط نحو الأسفل وأشبك الحلقة المطاطية في هذه الأوتاد هنا. سأستخدم ملقة ليساعدني في جعل ذلك أسهل. لا تنسوا تثبيت الحلقة المطاطية التي في الجانب الآخر أيضاً، ثم أعيد ضغطه فتنزلق الحلوى إلى الخارج. الآن سنغطيه ونضيف بعض القطع المنحدرة الصغيرة نحو الأسفل. سنعد تغطية الجزء الأمامي أيضاً ليصبح أجمل. سأضيف هذه العلبة البلاستيكية لتحتفظ بالحلوى، ثم سأضيف غطاءً صغيراً جميلاً حتى لا تنسكب الحلوى في كل مكان. انظروا، إنه ينفتح أيضاً لنتمكن من إضافة المزيد من الحلوى حين نحتاج إلى ذلك. يلا الروعة! أولاً هذه الحلوى رائعة، لكن ثانياً الخنزير جميل جداً. حسناً، من الأفضل أن أعود إلى مكتبي الآن. مزيد من النوم حتى موعد المسرحية. الأمر مثير، لا أطيق الانتظار. يا له من نوم مريح، أشعر بشعور سيء، كل شيء يؤلمني. مرحبا أيتها النعيسة، لا أشعر أنني بخير. دعيني أرى، هل أنت مصابة بالحمى؟ ضعي هذا على رأسك، سيساعدك شراب الكحة هذا. افتحي فمك. مقزز، عليك أن ترتاحي. لكن المسرحية، لا يمكنني تفويتها، لقد انتظرت طويلاً. آسفة يا عزيزتي، أنت مريضة. مهلاً، أعتقد أنني أعرف كيف أسعدك. خذوا علبة حبوب إفطار واقطعوا مربعاً. هدروا العلبة أفقياً وضعوا ورقة لاصقة عليه. كرروا هذا بألوان مختلفة من الورق اللاصق. بدلوا الألوان حتى تغطي العلبة بأكملها، ثم استخدموا المقص لتقطعوا الأوراق فوق الثقب، ثم خذوا منديلين وطوهما هكذا تماماً. ضعوا المنديل داخل العلبة، اصنعوا فتحتين على العلبة وضعوا فيهما عصا مثلجات. أخيراً أرسموا شخصيات على بطاقات وألصقوها على عيدان المثلجات. هل أنت مستعدة للعرض؟ هذا موديل، جلبت المسرح إليك، ما رأيك في العرض؟ مجدداً، هتشو؟
كان ذلك مقززاً. آمل أنه ليس معدياً. يمكننا أن نمرض معاً. را. إذن ما التالي؟ هو انظري إلى هذا. أبعدي يديك، هذا لي. أعتقد أنني سأخذ الشفاطة، إنها مفيدة على الأقل. إنها مثالية لعلبة العصير خاصتي. ها إنه منعش. هاو انظري إلى هذا، توجد الكثير من الأدوات الرائعة. هاو هل هذه ماكينة كرات علكة؟ أريد الحصول عليها. مرحبا، أريد أن أطلب فورا يا سيدتي. يا لها من خدمة جيدة، ستشعرين بالغيرة الشديدة. ها هي، يتطلب هذا التوصيل بنفسي. كان علي تفقد حالة الطقس أولا، سيكون شعري فوضويا. هاو بحقكم. ها يا لها من مظلة موضوعة في مكان ملائم، لا يمكن لشيء إيقافي. من الأفضل أن أحصل على بقشيش جيد لهذا. مهلا، هل هذه سمكة قرش؟ لقد وصلت أخيرا، تفضلي يا سيدتي. واو شكرا جزيلا لك، هذا مشوق جدا. انظروا إليها، إنها مذهلة. اعترفي إنك ترغبين بواحدة. أتشوق لتجربتها. ها أنا ذا، ها قد حركتها وسأمسك الآن العلكة، ثم يمكنني إسقاطها في الفتحة. لدي الآن قطعة حلوى، أعتقد أنني استحققتها. إنها لذيذة جدا. حسنا، أشعر بالغيرة الآن. هذا رائع جدا، يمكنني اللعب بها طوال اليوم. واو، أعتقد أن لدي فكرة، لكني سأحتاج إلى شفاطة. سأستخدم هذا المقص لأصنع شقوقا. هذا أصعب مما يبدو. هذا لذيذ جدا. ماذا تفعلين؟ ستعرفين قريبا، لقد صنعت مساكة خاصة بي. سأحتاج إلى هذا الصندوق، سأقطع فيه بعض المربعات وسأغطيها بطبقة شفافة، ثم سأضع قطعة من الورق المقوى، إنها بالمقاس المثالي، ثم سأعيد وضع الغطاء. يأتي الآن دور الجزء الممتع. سأضع الحلوى في الصندوق. يسيل لعابي بالفعل، ينبغي أن يفي هذا بالغرض. يمكنني الآن استخدام المساكة الخاصة بي. تبدو حلوى الدببة الهلامية هذه جيدة، ثم سأسقطها عبر الفتحة. انظري، لقد فزت بدب هلامي، إنه دب لذيذ. هذه فكرة ذكية جدا يا آشلي. مهلا، هل تودين مقايضتي؟ كلا، إنها ملكي. لا يهم، هذا ممتع جدا. هكذا أصبحت زينة البالونات جاهزة. حسناً، سأتحقق من الثلاجة. أعلم أن لدي وجبة خاصة وضعتها جانباً. ها هي، لحسن الحظ وضعت عليها ملصقاً. سأضع الشمعة الآن. أهم، عيد ميلاد سعيد يا آني. ها؟ ما هذا؟ ماذا يحدث؟ حفل مفاجئ لي؟ بالطبع، عيد ميلاد سعيد، تمني أمنية. هي، أنا متحمسة لتناول كرم بعيد ميلادي. سأنزع ورقة هكذا. لذيذة وطازجة. سأتناول طبقة أخرى الآن. عيد ميلاد سعيد يا عزيزتي. لي أنا؟ حسناً، يمكنني تناول القليل. واو، انظري ماذا يوجد داخل رأس الكرومب. قطعة حلوى كاملة. هذا أفضل عيد ميلاد لي على الإطلاق. وهي بنكهة البرتقال أيضاً، إنها المفضلة لديك. صحيح، لكن من الأفضل مشاركتك إياها. انتهيت من تزيين الكعكة. دعني أرى، لا أدري هل ستعجبها؟ عيد ميلاد سعيد يا إيما، تفضلي كعكتك. ماذا؟ أكره هذه الكعكة، ليس هذا ما أريده. أوه لا، هل يمكنك جعلها أجمل؟ حسناً، سأرى ما يمكنني فعله. ربما يمكنني وضع هذه الديكورات هكذا. انتهيت، كعكة فاخرة. إنها مختلفة حقاً، هل ستعجبها يا ترى؟ أو كاب كيك على كعكتي، أحبه كثيراً. أو سني. أمي، لما فعلت بي هذا؟ يا إلهي، لا 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 لا، حتما هناك شيء آخر يمكننا فعله. هو صحيح، إنها تحب الفاكهة الطازجة. أها، لابد أن هناك شيء يمكنك فعله بالمنتجات الموجودة في هذا الوعاء.
أجل طبعاً، أنا طاهي محترف مختص بالمخبوزات وأستخدم الفاكهة كثيراً. في الواقع تساعدني قطعة البسكويت هذا في عمل عدة تصاميم سأستخدمها لتقطيع الفاكهة إلى شرائح. من سيرغب في تناول فاكهة مملة المظهر إن كان بالإمكان تناول الأزهار والنجوم بدلاً منها؟ قطعتها جميعاً وسأستخدمها الآن لتزيين الكعكة. وها قد أصبحت الكعكة جاهزة. مرحى، ما رأيك؟ برافو، إنها تحفة فنية حقيقية. عيد ميلاد سعيد عزيزتي إيما، وهذه الكعكة لك. أوه واو، أحب الكعك وأحب الفاكهة الطازجة. لذيذة جدا. حسنا، الأفضل دائما لعيد ميلاد ابنتي الرائعة. عيد ميلاد سعيد. هل أنتما جاهزين للتحدي؟ أوه هذه لعبة سيئة. هل سنفع هذه اللعبة؟ ما هذه؟ حان دوركم الآن. ماذا سنصنع؟ ألعاب. رائع، أريد ميزانية كبيرة رجاء. ماذا؟ ممتاز. هذا مؤسف. يحتاج الأمر لتفكير متمعن. لا أعلم. خذ. لا يهم. ماذا سأفعل بهذه؟ في الواقع فكر فكر، خطرت لي فكرة. انتبهي. سينقذني الورق المقوى. أنت تمزحين أليس كذلك؟ سنرى من سيضحك أخيراً. يبدأ كل مشروع جيد بالغراء. لنضع الغراء على الخط المطوي هنا، ثم ننتقل بالغراء إلى الجزء السفلي، وبمجرد الانتهاء من ذلك سنأخذ هذا الشريط ونضغطه فوق الورق المقوى. ولا تنسوا هذا الشريط، وسنضيف شريطاً إضافياً. حان دور هذا الشريط. سنحتاج إلى بعض الثقوب، ستكون هذه مناسبة. والآن أترون هذين الثقبين اللذين صنعتهما؟ يجب أن نتأكد من وجودهما هنا، ثم نضيف الشريط الآخر. هذا مطاطي. سنستخدم المقص لقص رباط المطاطي، ثم نربطه في شكل عقدة صغيرة. قد تكون هذه الخطوة صعبة قليلاً، واحرصوا على ترك حلقة في طرف الرباط، ثم نضع مشبك ورق هنا. والآن أصبح الرباط قوياً ومتيناً. سنمرر طرف رباط المطاطي عبر الثقب ونستمر في إدخاله حتى نصل إلى العقدة، وسيثبتها مشبك الورق في مكانها حتى نتمكن من شد الرباط عبر الجانب الآخر بهذا الشكل. والآن لنكرر العملية على الجهة المقابلة. يبدو هذا جيداً. حان وقت القليل من التفاصيل الصغيرة. أترون هذا المربع المصنوع من الورق المقوى؟ سيساعدكم الفرجار على رسم دائرة مثالية. ستخرجين من مكانك الآن. نحتاج إلى لون مناسب فحسب، وهو اللون الأزرق الفاتح في هذه الحالة. هل أنت مستعدة للالتصاق؟ هيا بنا، نحتاج إلى كمية كافية من هذه الدوائر. ما رأيك؟ هذا رائع. بالطبع، أتريد اللعب؟ يمكنك اللعب بالأزرق. رائع، أتفق معك في الرأي. وهيا بنا. أترى كيف يقذف رباط المطاطي بقوة وبيو. أدخلت دائرة في جهتك. رائع، من فاز؟ أنا الفائزة. أو فعلا، سنرى. أشكرك، كم هذا لامع. مرحبا يا مايلز، أيمكنني الحصول على واحدة؟ تعال. أشكرك. أعطني. هل أنت مستعد للعب؟ هيا بنا. مرحبا، انظر إلى هذا المكان، إنه رائع. لنرى. هذا ما كنت أريده. ممتاز، أصبحت أشقر الشعر. مهلا، ليس هذا عدلا. حسنا. بربكم، ألم يحدث شيء؟ لماذا أشعر وكأنني ما زلت على حالي؟ ما هذا؟ ما الذي يحدث؟ بدأت المعركة. لا، لست مستعدة للقتال. لا أريد مواصلة هذه اللعبة يا مايلز. ما هذا؟ ماذا؟ مهلاً. لا. مرحباً، ليست اللعبة ممتعة بالنسبة لي. أرجعيها. ماذا تريد؟ قلت أرجعيها. ماذا؟ أشعر بالحيرة. انظري، يرقص ماريو رقصة غريبة. ماذا يرى في رأيك؟ حسناً، ما التحدي التالي؟ سيكون هذا التحدي صغيراً. ماذا؟
هل فقدها؟ أوه حسناً، برافيكما، عليكما بدء العمل فحسب، هل تفهمان؟ أوه رائع، والميزانية؟ لا أصدق، أخيراً! ها هو توزيع الميزانيات، انظر إلى ميزانيتي، وانظر إلى ميزانيتي. أوه ستكون الأمور على ما يرام، أوه جميل! وبو، أستطيع إنجاز بعض العمل الآن. سنقص المربع إلى قطع، ثم نضع الغراء الساخن هنا، وبهذا سيظل الورق المقوى ثابتاً في مكانه. سنثبته على المربع الآن. نحتاج للمزيد من الغراء الساخن، سنضع هذه القطعة هنا. سنثبت هذه القطعة طويلة موازية للشريط الآخر الذي ألصقناه بالغراء. لقد انتهيت، انتهيت من هذه الخطوة على الأقل. حان وقت لصق هذه المربعات الأكبر حجماً. سنضغطها مطولاً لنتأكد من ثباتها. إلى القطعة التالية. سندفعها لتنزلق إلى الداخل. والآن سننتقل إلى هذه القطعة. أتمنى أن يكون لدي ما يكفي من الغراء. انتهيت. بقي تفصيلة أخيرة هنا. سنغرس عوداً خشبياً صغيراً هنا. لكننا ما نزال بحاجة للمزيد من القطع. ستحصل هذه القطعة الصغيرة على أعواد خشبية أيضاً، وبمجرد وصول العود الخشبي إلى هذا الحد سنغرسه في الصندوق من هنا، وسنضع هذا الرباط المطاطي هنا، والآن سيظل ثابتاً في مكانه. سنلفه حول العود الخشبي بضع مرات بهذا الشكل، هذا ممتاز. سنضع هذه القطعة في المنتصف، ثم نثبت رباطين المطاطين على العودين باستخدام الملقاط. سنضيف بضع نقاط من الغراء هنا وهنا أيضاً. وها قد أصبحت لدينا ماكينة لكرات العلكة تقريباً. أصبح شكلها الآن أفضل. وفي النهاية سنضيف هذه القطعة هنا، ثم نغطي الجهة الأمامية. هذا مذهل، أليس كذلك؟ لتنطلق كرة العلكة. سنضغط على المقبض لتخرج العلكة. وأخيراً وليس آخراً، سنغرس عوداً خشبياً في هذه القطعة المربعة، ثم نقص الخشب الزائد لنحصل على جناح قلاب. لكننا لم ننتهي بعد، عليكم الالتزام بالخطوات فحسب، هل اتفقنا؟ والآن سنكرر هذه الخطوة مع الجوانب الأربعة. سيضيف هذا لمسة أناقة إلى الحرفة، ونحتاج إلى حاوية في الأعلى. أصبح شكلها يشبه الماكينة الحقيقية. يا للهول، رائعة! أعلم أن شكلها مذهل جداً، إنجاز لي التعبير بالطبع. لكن مهلاً، ما المشكلة؟ يجب أن أضيف أهم جزء، فهو سبب وجود هذه الماكينة من الأساس. ليبدأ مطر العلكة. أوه، أتريدين واحدة؟ إنها تعمل فعلاً، أترين؟ يا لروعة! حصلت على علكة بلوني المفضل. حسناً، لن تكون ماكينتي بهذا التعقيد، شكراً. يا للهول! أوه وهذا مثالي، معذرة، وستكون بالحجم الصحيح أيضاً. لكن أمامي الكثير من العمل بالتأكيد، وسيحتاج العمل إلى القليل من الغراء. سنثبت القطعة واقفة بهذا الشكل، ثم نبدأ في صنع القطعة التالية. لا تنسوا الجزء العلوي، يجب أن تنزلق هذه القطعة داخل الأولى، أترون؟ والآن بقيت بضع خطوات إضافية، يجب أن تدخل هذه القطعة هنا، وسنستخدم هذه القطعة الصغيرة الرفيعة لتغطية هذا الجزء. أترون عصا مثلجة؟ نريدها بهذا الشكل، وتأكدوا من لصقها بالورق المقوى، ثم ضعوها هنا. وبعدها سنضع الغراء على جانبي هذه القطعة، ونلصقها بهذا الشكل، ثم نكرر العملية على الجانب الآخر، وبعدها نضع هذه القطعة الصغيرة هنا. لكن عملنا لم ينتهي بعد، تأكدوا من الضغط عليها لتثبيتها، وبعدها سنحضر قلماً ونفك الجزء العلوي. هذه هي القطعة التي نحتاجها، ممتاز! والآن سنقص الخشب الزائد، لا تنسوا إضافة الغراء، سنحتاج لكمية كبيرة منه. سندخل هذه القطعة هنا بعد جفاف الغراء.
ممتاز، لم يتبقى سوى القليل من القطع. سنحتاج إلى المزيد من هذه، وسنستخدم البلاستيك لتغطيتها، وسنحتاج إلى غطاء علوي أيضاً. استخدموا الشريط اللاصق لتثبيته، وبمجرد الانتهاء من هذه الخطوة سنتمكن من قلب هذا الجزء لفتحه. ما رأيك؟ كم ماكينة لديك هناك؟ لدي ما يكفي لجميع أنواع حلواك المفضلة. أوه رائع! بدأ لعاب يسيل. حسناً، لنستكمل العمل. لدينا حلوى M&M's بالفول السوداني، وهي حلوائي المفضلة. أها، ولا أستطيع أن أنسى حلوى سكاتلز ببساطة، وأنت تعرف بقية الأنواع. أو بربك، ها هو الكوب الفارغ، ولا أحتاج سوى لضغطة واحدة. يا للروعة، حصلت على كل الأنواع معاً. هل تراها؟ ما رأيك؟ ما زلت أظن أن ماكينتي رائعة. بالطبع، في صحتنا. أوه، ويحي. انتبه أثناء استخدامها. أمسكتها. لدينا فائزان حقيقيان. ممتاز. قد تكون الأبوة والأمومة من المهام الصعبة، ونحن ندرك ذلك، لكننا هنا للمساعدة، ولهذا ابتكرنا بعض الحيل الرائعة لتسهيل حياتكم. لا داعي لشكرنا، فهذا هو واجبنا. أحب هذه الدرجة من أحمر الخدود. أوه، هناك من يتصل بي. من الأفضل أن أجيب. مرحباً. أوه، أهلاً. حقاً؟ لا أصدق ذلك. بابا بابا، أوه، أمي تتحدث في الهاتف. أريد فعل ذلك. ها؟ لا أصدق ذلك. كان عليك أن تأتي. حسناً، لنتحدث لاحقاً. إلى اللقاء. كم أنا بالغة، لكنني أحتاج إلى هاتف حقيقي. لا يجب أن أفعل ذلك، لكنني أعجز عن المقاومة. إنها الجريمة الكاملة. ها هي فتاتي الجميلة. لقد أمسكتني. تراجعي تراجعي. لن أستسلم. بهدوء. تحتاجين إلى القليل من البودرة يا آني. ستشعرين بدغدغة. هذا لطيف يا أمي. حسناً، سأفعل هذه المرة. هل تريدين عناقي؟ كم هذا لطيف، أحتاج للعناق. نعم، هذا ما كنت أفعله بالضبط. أصبح الأمر سخيفاً. يجب أن تتجهز أمك للخروج. لن أصل إلى ذلك الهاتف مطلقاً. أبدو جيدة، سأحضر قفاز الآن. إنه الإله المثالي. يجب أن أتحرك بسرعة. يجب أن نتناول الغداء معاً بالتأكيد. ها هو قفازي. ما نعمة. أنا موافقة. ويحي. آني، لا، سأنقذك يا هاتفي. واو، كيف فعلت ذلك؟ لقد خاب أملي فيك يا آني. آسفة يا أمي. لا يمكنك اللعب بهاتفي. مهلا، قد لا تكونين مضطرة لذلك. فقد خطرت لي فكرة رائعة. هذا الصندوق هو كل ما أحتاجه. حان وقت العمل. سأبدأ بمربع صغير من الورق المقوى، وسأرسم عليه رسما سريعا. هذه هي الحدود الخارجية للهاتف. أشعر أنني فنانة كبيرة. والآن سأضيف بعض التفاصيل. ها هي الأزرار. الأمور على ما يرام حتى الآن. وبعدها سأرسم الشاشة، ثم أكرر العملية نفسها هنا. هذا هو الجانب الآخر للهاتف. أنا سعيدة لأنني أتمتع بيدين ثابتتين. أحتاج الآن لتفريغ أجزاء الهاتف. كان هذا سهلاً. سأقلب هاتين القطعتين. أحتاج لمسدس الغراء في الجزء التالي. سأضع الغراء بدون الحافة. لا أحتاج كمية كبيرة. لدي الآن قطعة من الورق المقوى المموج. سألصقه بالغراء، وسيمثل الجزء الجانبي للهاتف. سألفه حول الهاتف بالكامل بهذا الشكل، وسأضع قطعة من الورق المقوى في الأعلى. سأكرر العملية مع باقية القطع. بدأت الملامح النهائية في الظهور. يجب أن أثبتهما معا. لدي مفصلة معدنية صغيرة ستفي بالغرض. سأثبتها على الجزء الداخلي من الورق المقوى حتى تساعد في فتح وقفل الهاتف. وهذا يحدث مع الهاتف الحقيقي بالضبط. أحتاج الآن لتلوين الهاتف. سأستخدم قلم تصحيح لهذه المهمة، وبعدها سأمر على الحواف بقلم التحديد الوردي، وسأكرر العملية على الجانب المقابل. لكنني لم أنتهي بعد. سألصق هذه الهرة اللطيفة به، وصنع فتحة لمكان الشاشة. سأضع صورة داخلها. أعتقد أنني انتهيت. كم أنا متحمسة لعرضها على آني. شاهدي ما صنعته. لنكرر المحاولة. مرحبا، أتريدين الحديث إلى آني؟ واو، لا أصدق ذلك. صنعته من أجلك. أنت تمزحين. واو، كم هذا رائع. لدي مكالمة مهمة يجب أن أجريها.
يستحسن بهم أن يجيبوا على اتصالي. مرحبا يا آمي. لن تصدقي ما حدث اليوم، ستضحكين. أخبريني بالتفاصيل. ظننت أن حريات البحر ستكون أكثر متعة. أمي! لا يبشر هذا بالخير، أمك آتية. كلوي، ماذا يحدث؟ أخبري أمك. هذه نومة مملة. انتظري هنا. ها؟ ما هذه؟ جربيها. يبدو هذا ممتعاً. تعالي هنا أيتها البطة. ما كل هذه الألوان؟ سأعتاد على هذه اللعبة. لابد أن تشغلها تلك اللعبة لبعض الوقت. ثم أضع البطة في الأعلى. أهذا كل شيء؟ أمي! هل تمزحين؟ أريد القراءة فحسب. ماذا تريدين الآن؟ لقد أنهيت الوحجية. واو، أنت عبقرية. سأحضر لك شيئاً آخر. تفضلي. استمتعي بوقتك وخذي وقتك بالكامل. وهذا ما كنت أريده. يجب أن أطبق صور ببعضها البعض. ما مدى صعوبة الأمر؟ ليست لعبة صعبة على الإطلاق. هذا ممل. أمي! ليس ثانية. مرحبا بيكاتشو. كيف الحال؟ ماذا؟ انظري، لقد أنهيتها. لابد من وجود شيء يمكنك اللعب به. لنلقي نظرة. هيا فكري. لا، لا شيء. ماذا سنفعل؟ مهلا. ربما نعم، أعتقد أنني وجدتها. سيحل هذا كل شيء. انتظري عزيزتي، سأحتاج إلى قطعة ورق مقوى ومقص. سأقص الزوايا، أريدها أن تكون منحنية. هذا مثالي. والآن حان وقت الإبداع. سأحتاج إلى قلم تحديد في هذا الجزء التالي. سأرسم مربعا صغيرا على الورق المقوى، ثم أقسمه إلى أجزاء. أنا أصنع نمطا شبكيا، وسأضع رقما في كل مربع. أحتاج الآن لتفريغ هذه الشبكة، وسأضعها جانبا في الوقت الحالي. ولدي هنا صفحة من الورق الوردي، سأستخدمها لتلوين المربع. لقد صار زاهيا جدا. سأقلبه الآن، ثم أمرر عصا الغراء على الجزء الخلفي. يجب أن يكون شديد الالتصاق، وسيكون هذا هو إطاري. بعدها سأحتاج إلى صفحة فارغ من الورق الأبيض. سأرسم قلوبا عليها، ثم أضيف رسما لشخصية بيكاتشو. لا أريد أي أخطاء. لابد أن تستمر هذه الأحجية في الترفيه عن كلايو. أنا تحت ضغط كبير. سألونها بسرعة. يجب ألا ننسى بيكاتشو. أتمنى لو كانت لدي خدود وردية كهذه. يا له من عمل فني. والآن سنعود إلى الشبكة. سأقلبها رأسا على عقب، وأضع الغراء عليها، ثم ألصق رسمي بها. لا أريد أي تجاعيد. سأقطعها إلى أجزاء. حان وقت وضعها داخل الإطار، وسأثبت القطع بهذا الشكل. صارت لدي أحجية رائعة. حسنا، أعتقد أنها جاهزة. ستحبها كلوي. كنت أنسى، يجب أن أغير ترتيب القطع. يا كلوي، لقد صنعت هذه من أجلك. هل ترى ما أراه يا بيكاتشو؟ هذا رائع. فيو، أعتقد أن خطتي نجحت. تمني لي توفيق. يبدو هذا صعبا. سأمرر هذه القطعة هنا، ثم أحرك هذه. يجب أن أركز. وأنا يجب أن أسترخي. مهلا، أريد التحقق من شيء. هذا ما كنت أحتاجه. هذه آخر قطعة. أمي! يا للهول! حقا؟ ماذا؟ انظري. لقد أنهيتها بالفعل. أنا فخورة بك. أريد تكرار ذلك. كان الأمر ممتعا. هيا يا أمي. لقد عدت إلى المنزل أخيرا. عدت أمي، لم أنظف المنزل. ماذا تناولت ليلة الأمس؟ عليكم الرحيل يا رفاق. توجد أطعمة سريعة كثيرة. علي الإسراع. مرحبا يا كلبي. علينا تدريبك على استخدام المرحاض. لا يمكنني أن أدع أمي ترى هذه الفوضى. كنت أنتهي. مرحبا يا أمي، أهلا بك في المنزل. دعيني أساعدك في حمل هذه الأكياس. كان ذلك وشيكا. حان وقت الطعام يا عزيزتي، اجلسي هنا، سأعود سريعا. بالتأكيد يا أمي. يا لها من وجبة لذيذة، إن بها كل ما تحتاج إليه فتاة في طور النمو. ما هذا؟ لا أريده. ماذا؟ عليك تناوله يا ستيسي. لا أعتقد أنني سأتناوله. حسناً، أعطيني إياه. أعتقد أن علي العثور على شيء آخر لغداء ستيسي. لدي فكرة، تحب ستيسي الرامن. تفضلي. هل تتوقعين مني تناول هذا؟ سيكون لذيذاً. أشك في ذلك.
حسنا، إحداهن صعبة الإرضاء اليوم. هل تظن نفسها في مطعم؟ هذا لدي أيضا. لا تخذلني حبوب الإفطار أبدا. واه قد رحلت، هذا رائع. لن تهربي بهذه السهولة، ليس تحت إشرافي. ستيسي، تحتاجين إلى تناول شيء ما. ليس أنت مجددا. قللي من سلوكك المزعج. آه الألعاب بالطبع، كان هذا سيسبب فوضى كبيرة. أعددت لك طبقا شهيا من حبوب الفطور. بدأ هذا يصبح محرجا يا أمي. هيا تعلمين أنك تودين تناوله. أعتقد أنني سأرفض ذلك. لقد حاولت كل شيء، لا أعلم ماذا أفعل أيضا. أخيرا ماذا كنت أفعل الآن؟ يبدو أنني سأتناول حبوب الفطور هذا. يفوت ستيسي الكثير. مهلا اللحظة، مجموعة القطارات. كانت الإجابة أمام ناظري. الأمر بسيط جدا، أعتقد أنني أعرف ما علي فعله. لا يمكنني أن أدع ستيسي تراني. لحسن حظي أنها منشغلة للغاية بتلك اللعبة السخيفة. حانت فرصتي الآن، سأخذ هذه القطارات والمسار. حان وقت العمل، سأضع المسار على الطاولة وسأوصل أجزاءهما. سأصنع حلقة كبيرة، ينبغي أن يفي هذا بالغرض، ثم سأضع عليه القطار. يبدو هذا جيداً. ها يا ستيسي، أريد أن أريك شيئاً. لكن يا أمي أنا مشغولة. ما الأمر؟ شاهدي هذا، هيا. ما الأمر؟ أوه هل تمازحينني؟ هذا رائع جداً، يشعرني بالجوع. لا أصدق أنك فعلت هذا، هذه أفضل فكرة على الإطلاق. لا أعلم من أين أبدأ، أتمنى لو كانت كل وجباتي بهذا الشكل. شاهدوا حركة القطار. ها يبدو ذلك التفاح لذيذاً، أحتاج إلى بعض الغموس. إنه المفضل لدي. المحطة التالية هي معدة ستيسي. هذا لذيذ جداً. هذه هي فتاتي، ها هو القطار آتٍ. أنا أحب هذا. هيا يا فلافي، حان الوقت لنتمشى. إنه جميل جداً، إنه صديقي المقرب. أنت تأخذين ذلك الكلب إلى كل مكان. حسناً لنذهب. هدئ من سرعتك يا فلافي، أنت تسير بسرعة كبيرة. سأجلس هنا، إنها تستمتع كثيراً. بالكاد يمكنني مجاراتك، أنت أجمل جرو على الإطلاق. ماذا؟ هل ترغب في تمشية أخرى؟ ها أنا آتية. سينامان جيداً الليلة. حسناً لنرتاح قليلاً، أنا مراهقة. ما تلك الرائحة؟ فلافي لم تفعل ذلك. أوه لقد فعلتها. كيف يمكن لجرو صغير إخراج شيء كبير هكذا؟ سنتظاهر بأن ذلك لم يحدث. حان وقت ليناك. هل أنت مستمتعة يا عزيزتي؟ بالطبع. ستيسي أرجوك أخبريني بأن ذلك من فعل الكلب. اذهبي ونظفي ذلك. ماذا؟ كلا. أعني ما قلت، اذهبي بلا جدال. سألعب معك لتحديد من سينظف. هتودين فعل ذلك؟ حسناً سأجاريك. ليس هذا عادلاً. ماذا تنتظرين؟ هذا أسوأ جزء في تربية كلب، التقاط البراز. ما أفضل طريقة لفعل هذا؟ أنا قريبة جداً، رائحته بشعة. حسناً ها أنا ذا، سأضع يدي داخل هذا الكيس ثم سأمسك البراز. تبقت مسافة صغيرة. كلا لا يمكنني فعل هذا، إنه مقزز جدا. واو انظروا إليها، إنها أنيقة جدا. أشبك الشعر هذا ما أحتاج إليه. إنها منشغلة كثيرا بالهاتف ولن تلاحظ. يانك سيعمل هذا بنجاح تام. تصرف بشكل طبيعي يا فلافي. لم يكن علي رؤية هذا، سأرحل من هنا. لا فكرة لديها. حان وقت العمل، سأضع مشبك الشعر داخل الكيس ثم سألتقط البراز، يعني هذا أنا يدي لن تلمسه. ثم سأطوي الكيس عليه. ما زال مقززا. تفضلي يا أمي. شكرا، هذا ما أردته دائما. سأضعه في حقيبتي ويمكننا إلقاؤه في القمامة لاحقا. أمي انظري إلى هذا. إنه جميل جدا. لما ما زال بإمكاني شم رائحة البراز؟ لا يهم. أطعميني. تفضل يا عزيزتي. تبدو لذيذة، شطيرة شهية، سأستمتع بها. إن بها كل مكوناتي المفضلة.
إنها لذيذة جدا، أريد المزيد. أو عجل، ماذا؟ تتساقط مكوناتها؟ إنها فوضوية جدا. هل كل شيء على ما يرام؟ جاسمين، ماذا تفعلين؟ لا تمسحي يديك في بلوزاتك، دعيني أنظفك. شكرا يا أمي. أنت فوضوية جدا في تناول الطعام، استخدمي هذا المنديل. أريد المزيد من الطعام. سأجلبه لك سريعا. كيف حدث ذلك؟ علي تنظيف ذلك. ليس أمرا مهما. انظري إلى ما لدي، تعالي وتناوليه. بالهناء والعافية. أو بيتزا وكوب من العصير المنعش، هل يوجد أفضل من هذا؟ أوبس، لقد سكبت القليل، علي التدرب على التصويب. أو حسنا. إنها لذيذة. أتذكر حين صحبني والدك لتناول البيتزا، لقد أسقط الصلصة في كل مكان. أهلا، ما هذا؟ واو، سبريد الشوكولاتة، يجب أن أتناوله. أحب الشوكولاتة وهي لي وحدي، رائحتها مذهلة. كنت أفكر في أن بإمكاننا الذهاب إلى الحديقة لاحقاً. أجل بالتأكيد، هذا هو الجزء الممتع، سأفردها على الخبز. لا يمكن للمرء الاكتفاء من سبريد الشوكولاتة، هذا عمل فني، يكاد يصعب تناولها من جمالها. قلت يكاد فحسب، أنا سعيدة جداً الآن. ستيسي، ماذا فعلتي؟ انظري إلى الطاولة، ماذا فعلنا ذلك؟ هاني، طاولتي الجميلة والنظيفة. أنا أحب طعامي. أعلم ذلك يا عزيزتي، سأخذ هذا المنديل، أمل أن بإمكاني تنظيف هذا. سينجح الأمر. البقع، البقع في كل مكان، هذا أسوأ كوابيسي. لا فائدة من هذا، يوجد الكثير من البقع. مهلا لحظة، لما تنظرين إلي؟ لقد غطيت الطاولة بورق الألومنيوم. وهذا رائع جدا، لدي الكثير من الأفكار الجيدة. لا يمكنني التحدث، فأنا أتناول الطعام. شطيرة، أريدها. لما أنت فوضوية هكذا؟ لكن لا يهم، ليس بعد الآن. أشعرني كل هذا الطعام بالعطش. هل انتهيت؟ لا يمكنني تناول قضمة أخرى. سأنظف المكان، أحتاج إلى طي ورق الألومنيوم فحسب. هكذا تماماً، لا حاجة إلى التنظيف، ولا توجد أي بقع. يمكنني إلقاؤه في القمامة مباشرة، هذا ذكي جداً، أليس كذلك؟ أحسنت يا أمي. اربطي الرباط فوق الحذاء، وهكذا انتهينا. شكراً يا أمي. حسناً، لنجربها. قفي باستقامة، هيا يا عزيزتي. واو، هذا مذهل، هذا أفضل كثير من زلاجاتي. هذا ليس عادلاً. هل أنت مستعدة للفراش يا عزيزتي؟ لنذثرك بطريقة مريحة. حسناً، حان وقت النوم، سأبعد هذه الألعاب. شكراً يا أمي. ما هذا؟ هل من أحد هناك؟ يا للهول، هذا مستحيل، هل هذا وحش؟ لا تتركيني. ماذا تفعلين؟ لا بأس، لا تخافي من الظلام. تمهلي، أحتاج إلى تنظيف هذه الفوضى. قد يفيدني هذا الشريط اللاصق. أعتقد أنني أعرف كيف أصلح هذا. خذوا لفافة شريط لاصق وضعوها مسطحة. ضعوا قطعتين من الشريط اللاصق على مركز اللفافة. والآن ابدأوا بالرسم على الشريط اللاصق وملء الفراغ. استخدموا ألوانا مختلفة لتصنعوا أقساما مختلفة. نريد تأثيرا بألوان مختلفة. سأضع هاتفي هنا وسأتأكد من إنارة الكشاف. واو، إنه مصباح ليلي، لن ينال الوحش مني الآن. طاب مساؤك يا أمي. بدأت أشعر بالتعب الآن، أحتاج إلى النوم للحفاظ على جمالي. يمدني هذا بشعور جيد. مهلا، ما هذا الصوت؟ كلا، أحتاج إلى مصباحي الليلي، والآن ستراودني أحلام سعيدة. أمي، أريد الذهاب للسباحة. أوه، بالطبع يا عزيزتي، دعيني أحضر عوامتك. أين هي؟ ظننت أنني أحضرتها. أوليفيا، اذهبي وقفي هناك. لماذا؟
الأجداف. مستحيل، هل يطفو الكرتون؟ هذه فكرة سيئة. أمي، هذا مرفوض. دعني أفكر. أوه، لقد وجدتها. لا تتحركي، هذه عوامة مستديرة. أيتها السيدة، هذه عوامتي. جدي عوامتك الخاصة. لمن يحاول، على الأقل يوجد أنبوب سباحة إسفنجي. مهلاً، يمكنني استخدام هذا. اقطع قطعة من الأنبوب الإسفنجي ثم استخدم سكيناً لتقطعها على هيئة شرائح. افعل هذا في كامل الجزء. كرر هذا بألوان مختلفة. والآن نحتاج إلى رباط بلاستيكي. مرر الرباط البلاستيكي عبر الثقوب في قطعتين من القطع الإسفنجية ثم احكم ربطه. استخدم الأربطة البلاستيكية لربط الشرائح معاً. اقطع الأطراف البلاستيكية الزائدة. والآن يمكنك الذهاب للسباحة. أشعر بأنني أنيقة جداً. أمي، شاهديني. كرة المدفع، انظروا إنني أطفو. هذا مذهل، تبدين رائعة يا عزيزتي. والآن يمكنني الاسترخاء أخيرا. مرحبا، هذا رائع. أريد سترة أيضا. أسرع يا أمي، أنا قادمة. هذا أفضل مكان في الحديقة. أشعر بالملل. أمي، أريد الذهاب للعب. لا تتعظي، أريد أن أراك. حسناً، استمتعي. مقزز. أحسنت يا أوليفيا، أستمتع بهذا الكتاب كثيراً. ها؟ أوليفيا؟ أين ذهبت؟ أوليفيا، عودي إلى هنا. يا للهول، هذا سيء. هل يمكن أن تكون قد ابتعدت؟ يكون الأمر على ما يرام. لا تلعي أوليفيا. عزيزتي، أين أنت؟ لقد بحثت في كل مكان. هذه قبعتها. أوليفيا، تعالي إلى هنا الآن. لا مزيد من الألعاب السخيفة. أنت؟ أوه، أنا آسفة. أعيدي لي قبعتي. منذ كابنتي. أوليفيا، ها أنت ذا. كنت أبحث عنك، كنت قلقة للغاية. لا تفعلي ذلك مجددا. حسناً، بالونات للبيع مقابل دولارين فقط. أوه، قد تكون مفيدة. ينبغي أن يفي هذا بالغرض. البالون يطاردني. أوه، إنها لطيفة جدا ويمكنني رؤيتها. ها، بالونين. أوه، مرحباً. أوه، مرحباً. العقول الرائعة يتشابه تفكيرها. مرحباً. مهلاً، أمك لديها اجتماع يا أوليفيا، لذا كوني هادئة. فهمتك. هاو، يبدو هذا ممتعاً. ماذا؟ ها؟ أوه، صحيح. آسفة، هل أكملنا؟ كنا نتحدث عن المبيعات المتوقعة للشهر القادم. تبدو توقعات سليمة. أنا، هل كان ذلك حذاء طائراً؟ أمي، أمي، من ذلك الرجل مضحك المظهر؟ أوليفيا، بما أخبرتك؟ هذا محبط جداً. أعتقد أنني أعلم ما سأفعل. ضعوا قطعة من الشريط اللاصق على حلقة هولا هوب، ثم ضعوا قطعة رأسية. وصلوا وضع الشريط اللاصق على الحلقة حتى تحصلون على هذا الشكل. أوليفيا، لدي شيء لأجلك. انظري، إنها لعبة ممتعة. ينبغي أن يشغلها هذا. إذن ماذا كنا نقول؟ لقد فعلتها، أنا الأفضل في هذه اللعبة. مرحبا يا أمي. هاو، هذا لذيذ. ماذا حدث لملابسك؟ أنت متسخة للغاية. ماذا في وسعك؟ توقفي، علينا تنظيفك. لكني جائعة يا أمي. لا أعلم كيف تفعل ذلك. أها، سيفي هذا بالغرام. سأحتاج إلى غسل ملابسها لاحقا. على الأقل لدي تيشيرت واحد نظيف. لدي تيشيرت نظيف لك. حسنا، لكنه سيتسخ فحسب. كيف يمكن هذا حتى؟ لا تجيبيني. ارتدي هذا. هل علي ذلك؟ أمي، أنت تفسدين تصفيفة شعري. أسرعي يا أمي. شكرا، هذا أفضل. والآن تناولي طعامك. أخيرا،
إنه المفضل لدي. انظري إلى هذه الشوكولاتة الجميلة. كلا، لا تفعلي ذلك، لا يمكنني المشاهدة. لا بأس، تنفسي فحسب. مهلاً، منحني هذا الكيس فكرة. وهذا فاخر. هذا لذيذ جداً. إنها على يدي. هذا أفضل، يمكنني تناول هذا طوال اليوم. حسناً، لن أنظف ملابسك. حسناً يا أمي، لقد انتهيت. لننزع هذا عنك، علي تمزيق الكيس فحسب. ارفعي ذراعيك، وما زالت ملابسك نظيفة وجيدة. والآن اذهبي والعبي. دعني يا أمي. ودعني يا عزيزتي. لا شيء يضاهي العصير الطازج. صباح الخير يا أمي. إليك كوب لذيذ من العصير الطازج. لا أريده، إنه مقزز. إنه جيد لك، أفضل تناول بعض الشوكولاتة. لا شوكولاتة على الفطور. لكن حاولي إيقافي. أعطني تلك. نانا، إنها لي. يحدث الشيء نفسه كل صباح. مهلا، ربما يمكنني استخدام لعبة الفقاعات هذا، قد يكون هذا مفيداً. أعتقد أن هذا سينجح. خذوا لعبة الفقاعات وصبوا فيها بعض العصير. املأوا الفقاعات كلها. وضعوا لعبة الفقاعات في المجمد حتى يتجمد العصير، ثم انزعوه من اللعبة. يبدو هذا رائعاً. ستحبه أوليفيا. كنت سأكله لو كنت في موضعها. أوليفيا؟ ماذا؟ انظري إلى ما صنعته. ما هذا؟ جربيه إن كنت مصرة. من الأفضل أن يكون لذيذاً. هذا موتر. هيا استمري أرجوك. إنه زايد. إنها مثل المثلجات. شكراً يا أمي. سألقي هذه في القمامة. أوشكت أن أتجهز للمدرسة. أتمنى لك يوماً طيباً عزيزتي. مهلاً، كدت أنسى. لقد غادرت أخيراً. يمكنني تبديل ملابسي الآن. لا مزيد من الملابس المملة. هذا ما كنت أريده. أستطيع أن أتصرف على طبيعتي أخيراً. أحب هذه درجة من لون طلاء الجفا. لكسي؟ أمي؟ أستطيع تفسير ما حدث. يستحسن أن يكون التفسير مقنعاً. ماذا؟ لقد تأخرت. مهلاً، كم الساعة؟ فيو، إنه يوم الأحد. يمكنني قضاء يوم كسول في السرير. هذه هي الحياة. ليس هناك ما هو ألذ من قهوتي الصباحية. حان وقت البدء في التنظيف. أحب هذه الأغنية. ما هذه ضجة؟ لا لا لا، ها أنا أنظف في يوم الأحد. إنه أفضل أيام الأسبوع. ليس هناك ما هو أجمل من التنظيف الجيد. أوقف هذه الضجة. مهلاً، هل نجح ذلك؟ أستطيع الآن الحصول على قسط من النوم الهانئ. أنا في أوج تألقي. هذا اليوم مثالي لصنع بعض الحرف اليدوية. خذ هذه الضربة. يا له من وسيلة رائعة للتخلص من أي توتر. لم ينجح هذا. يجب أن أفكر في الأمر. وجدتها. هذا ما كنت أحتاجه. لا يمكن لشيء إيقافي. أنا أشبه آلة الحفر. رائع. بربك، هل يجب أن تفعل ذلك؟ ماذا سنفعل بعدها؟ الغرفة نظيفة جدا. لقد انتهيت. هذا عمل رائع آخر. فيو، لقد تعرقت من شدة المجهود. حان وقت الحصول على قيلولة سريعة. أخيراً. يمكنني الاستعداد الآن. بهدوء. لا تستيقظي رجاءً. بثبات. لقد فعلتها. سأخذ مفاتيحي. لا مفاجآت.
ويحي، لا تستيقظي أرجوك. إنها نائمة كالأطفال. حسناً، يجب أن أغادر. أراك لاحقاً. أحم، هل أنت ذاهبة إلى مكان ما؟ أمي، هذا مجرد حلم. لكنني أظن أنك نسيت شيئاً ما. لكن الدراسة مملة يا أمي. حان وقت موعدي، كم هذا حماسي. أوه، لقد وصل. مرحبا يا حبيبي. مرحبا، هذه من أجلك. من هذا؟ أمي. دعيني ألقي نظرة عن قرب. مرحبا، ذوقه في الموضة سيء. أنت تحرجينني يا أمي. مهلا، تبدو هذه الورود مألوفة. لقد أفسدت حديقتي، أخرج من هنا. حسنا، أظن أن موعدنا ما يزال قائما، هيا بنا. وداعا يا أمي. يستحسن بي أن أراقبهما عن كسب. شكرا على الورود، إنها جميلة. ليست جميلة بقدر. هل هذه أمك؟ لا، هذا مستحيل. لقد نجح تنكري، لن يشك في أمري مطلقا. ماذا يفعلان؟ تبدين مذهلة. وأنت تقول ألطف الكلمات. ماذا؟ ما الذي حدث للتو؟ لا أعرف، لكنه ألمني. سأتظاهر بتقليم هذه الشجرة. انظروا إلى هذه الأوراق فحسب، هذا محزن. مهلا، لا أصدق ذلك. أحب قضاء الوقت معك. لا تأخذ راحتك أكثر من اللازم يا فتى، إنهما قريبان جدا من بعضهما البعض. من المسؤول عن تنظيف هذا المنتزه؟ هذا مشين. هذه هي اللحظة المناسبة. لا، ليست كذلك. ماذا؟ هناك شيء ما في الشجرة. ما الذي يحدث في الأعلى؟ هناك أوراق في كل مكان. أستطيع رؤية كل شيء. أمي؟ حسناً، هذا المكان دافئ. يا لروى، انظر. لكسي، شاهدي ما حصلت عليه. ما هذا؟ حفلة بروح الثمانينيات؟ لا، لا يناسبني ذلك. بربك، ستكون ممتعة. نحتاج للاستعداد. ماذا ترتدين؟ أبدو جميلة، ماذا ترتدين أنت؟ ليست هذه أزياء الثمانينيات. لكنها لطيفة، يجب أن نصلح هذه الإطلالة، هيا بنا. أشعر بدوار. كيف يبدو شكلي؟ هذا ما كنت أعنيه. أشعر بغرابة. تبدين مذهلة. لن أعترض على قولك. وهو، لنرقص. هل يجب أن أفعل ذلك؟ شاهدي هذه الحركات. ماذا تفعلين؟ رائع. يكفي أن أمي تستمتع بوقتها. تعالي هنا، روحي عن نفسك واستمتعي بوقتك. حسناً، ليس الوضع بهذا السوء. أحسنت يا لكسي. ما رأيك في هذا يا أمي؟ أنا أقضي أجمل ليلة في حياتي. أنا أبرع راقص. لقد فاتك حضور الحفلة، كانت حفلة لا تصدق. يجب أن نقضي المزيد من الوقت معنا. نعم، لنذهب لتناول الغداء ذات يوم. لقد رأيت ألطف فستان، لكن أمي ترفض إعطائي بطاقتها الائتمانية. مهلاً، سأتصل بك لاحقاً. ما هذا؟ ماذا تفعل الملابس هناك؟ هل أرى تخيلات؟ أمي، ليس هذا حقيقياً. لا يبشر هذا بالخير. أكره الكي. حسناً، لنفعل ذلك. ليس الأمر صعباً للغاية، بل في الواقع يسير الأمر على ما يرام. حسناً، انتهينا من قطعة واحدة. يبدو وكأن الملابس لا تنتهي. لا يمكنني ترك أي تجاعيد، يجب أن أواصل الكي. الأمر منوم بعض الشيء. كيف تستمتع أمي بهذا؟ الكي ممل جداً. هناك الكثير من الملابس. أوشكت على الانتهاء. حسناً، أعتقد أنني انتهيت. ها هي آخر قطعة. ظننت أنني طويت الملابس بالفعل. ماذا سأفعل الآن؟
ليس لدي متسع من الوقت. أريد استلام الوثائق في وقت لاحق الليلة. مهلا، ماذا حدث هنا؟ مرحبا يا أمي، لقد انتهيت من الكي نوعا ما. أوه، يجب أن أفعل كل شيء بنفسي. انظري إلى هذه الفوضى، لم أطلب منك سوى شيء واحد. ابتعدي عن طريقي، سأفعل ذلك بنفسي. وما يزال لدي مهام عمل أخرى. أوه حسناً، سأتولى الأمر. لا، أرسليها الآن. لقد وصلتني، شكراً. أعتقد أنني أنهيت كل شيء، أحتاج إلى قهوة. كيف فعلت ذلك؟ هذا مذهل، يا للروعة. لننطلق أيها اليونيكورن. لا أملك مظلة هبوط. ماذا يحدث هنا؟ هل أنت مستيقظة يا لاكسي؟ أها، لا يمكنك خداعي. أعرف كل الحيل. لا يمكنك خداعي. لاكسي، وجدتها. سيثبت لي هذا ما إن كنت تتظاهرين بالنوم. هذه مهمة مصباح اليدوي. أمي، ماذا تفعلين؟ كنت متأكدة. لماذا لست نائمة؟ حان موعد النوم يا شابة، اخلدي للنوم حالا. ما الذي تفعله؟ أمي، أنا أراقبك يا لاكسي. أحتاج للعيش بمفردي. مرحة، حان وقت الاستعداد للذهاب إلى المدرسة. سأمتطي حقيبتي. ها أنا ذا، أنا مستعدة. أبي، أنا مستعدة للمدرسة. حسناً، أنا قادم، سأرفعك على ظهري. هل أنت مستعدة؟ تمسكي بإحكام. هذا ممتع جداً، أحب الجلوس على حقيبة الظاهرة. إنه يوم جميل في الخارج، أليس كذلك؟ مالاً، كيف وصلنا إلى هنا؟ لابد أنني أخذت منعطفاً خطأ. أحب شعرك أكثر. عزيزتي، انظري ماذا أحضرت لك، أقلام تحديد جديدة لك وحدك. مرحة، شكرا أمي، أحب أقلام التحديد. هاو، لونان أخضر، سأبدأ بهذا أولا. أنا بارعة جدا في الرسم، يجب أن أفوز بجائزة. سأستخدم كل الألوان الآن. هاو، إنها مثل قوس قزح، أحب قوس قزح. مرحة، أزرق، يمكنني تهجئة اسمي بالأحمر. لماذا يوجد أغطية كثيرة؟ لا أريدها. لا لا لا، سأنزع كل الأغطية. لماذا لا يعمل هذا القلم؟ أمي، انظري، أقلام التحديد لا تعمل، أصلحيها. ماذا؟ لكنها جديدة تماماً، لقد اشتريتها للتو. دعيني أرى، ماذا يحدث مع أقلام التحديد هذا؟ حسناً، تعالي معي، سأرى ما يمكنني فعله. انظري، هل ترين؟ كل الأقلام لا تعمل. أوه، فهمت، لقد أزلت كل الأغطية. من دون وضع الأغطية على الأقلام، أصبحت كلها جافة. تحتاجين إلى وضع الأغطية حين لا تستخدمين القلم. أوه، حسناً، سأضع الأغطية. لنرى أين الأغطية الأخرى؟ إيفا، أين وضعتها؟ ها هو واحد، وجدت واحداً آخر أيضاً. إنها في كل مكان، كيف يمكن لفتاة واحدة صغيرة أن تسبب كل هذه الفوضى؟ ليت كان هناك طريقة لجعلها أكثر تنظيماً. هو الشريط اللاصق، هذا يعطيني فكرة رائعة. سأبدأ بقطعة جيدة من الشريط اللاصق، ثم سأحتاج إلى أقلام التحديد بالطابعة، سأصفها على الشريط اللاصق. والآن يمكنني طي بقية الشريط عليها، سينجح هذا تماماً. حسناً يا عزيزتي، انظري إلى هذا، والآن لن تفقدي الأغطية مجدداً أبداً. حسناً، تفضلي. مرحة، انظري، أقلام التحديد تعمل مجدداً. لقد رسمت زهرة أرجوانية وقلباً أخضر. أوه، أنت فنانة صغيرة جداً. بروم بروم، سبيتش. لنرى، هل حزمت ما يكفي من الألعاب؟ لا يمكنني نسيان قبعته وكتابي أيضاً، والمناديل المبللة تحسباً لاتساخه.
لقد امتلأت بالفعل. هيا ادخلي، أعلم أنها ستلائمك. ما الذي يلعب به هناك؟ ها أمي، هذه لي. حسناً، دعني أخرج هذه اللعبة من الحاوية. بعد أن أفرغتها، يمكنني حشر بعض المناديل المبللة فيها. إنها حاوية صغيرة، لكن يمكنني طي المناديل المبللة إلى حجم صغير. ينبغي أن يكفي هذا. والآن ستأخذ مساحة أصغر كثيراً. أمي، انظري إلى ما يمكنني فعله. لدي وجه رقائق. أجل، هذا ذكي جداً. لكن مهلاً لحظة، دعني أحضر المناديل المبللة. هذه أحد أذكى الأشياء التي فعلتها منذ فترة. ها نحن ذا، جميل ونظيف مثل ما أحبه تماماً. هي لها من ظهيرة جميلة. انظر يا عزيزي، بط. أمي، لقد جعلتني أسكب الصودا. حسناً، لا تقلق بشأن هذا، يمكنني إصلاح الأمر. ما زال معي المناديل المبللة، ها أنت ذا. لقد جففتها، التيشيرت جميل ونظيف مجدداً. والآن لماذا لا تتناول هذه التفاحة بدلاً من الصودا؟ بروم، بيب بيب، انتبهوا، أنا قادم. نالت منك شاحنة الديناصور. عزيزي، ماذا تفعل هناك؟ عزيزي، عزيزي، أمك تسألك سؤالاً. يا إلهي، يداك مغطيتان بالتراب. من الجيد أن لدي هذه المناديل المبللة مجدداً. هيا، دعني أنظف يديك. ها نحن ذا، يداك نظيفتان مجدداً. مرحبا، شكراً أمي، أحبك كثيراً. دعوني أرى هنا، أين أضع هذا؟ يا للهول، انظروا إلى هذه السكاكين، لا يمكنني تركها هكذا. ماذا إن دخلت ملاكي الصغير إلى هنا؟ قد تؤذي نفسها بهذه الأدوات المطبخية. كلا كلا كلا، لا يمكنني تركها هكذا إطلاقاً. علي وضع هذه الأدوات بعيداً وتأمينها في مكان لن تعرفه. هذا أفضل كثيراً. حسناً، سأجمع بعض ألعابها. مهلا لحظة، زاوية هذه الطاولة حادة جداً. إنها تكاد تكون أسوأ من تلك السكاكين، يمكنها الاصطدام بها مباشرة. كلا، ليس ركبتيها الصغيرتين الغاليتين، لا أود أن تبكي هذه الطاولة. يا للهول، كلا كلا، مستحيل، لن أحظى بآلة موت في منزلي. ها نحن ذا، الوسادات آمنة ومحكمة على الزوايا. إنها ليست حادة الآن، ستكون آمنة بالتأكيد. لا يمكنني نسيان غلق الباب. مهلا، المقابس، المقابس في المنزل. كلا، ماذا تفعل؟ ستؤذي نفسها. كلا كلا كلا، ليس طفلتي. توقفي فورا، لا تضعي شيئا أبدا في مقبس. انظري إلى نفسك، مظهرك في فوضى عارمة. هيا لنحاول تنظيفك. ماذا سأفعل معك؟ مهلا لحظة، غطاء هذه المناديل المبللة قد يكون حلا لها. أجل، إنهما متناسبان بالتأكيد. سأحتاج إلى إضفاء بعض التعديلات. يمكنني نزع الغطاء مباشرة ولصقه على المقبس، والآن أصبح غطاءً للحائط. ينبغي أن يبقي أصابعها المتطفلة بعيداً عن المقبس. حسناً، كوني فتاة صالحة عندما تكون أمك في الخارج. مهلا لحظة، آلة الكي، لن أتمكن من ترك المنزل أبداً. مرحة، هذه لعبة الفقاعات المفضلة لي، أحب الفراشات. يا إلهي، إنها تتصرف كملاك صغير. مرحبا، لم أرك منذ عصور، كيف حالك؟ هيا لنذهب للتمشية. أجل، إنها تفعلها. هل تظني أن بإمكاننا التجول في جميع أنحاء العالم؟ انظري يا دميتي، مسبح، أحب السباحة. واو، هل تشعرين بالعطش؟ عليك تناول مشروب. تفضلي، كيف تشعرين؟ كلا، أين ذهبت؟ إنها هناك. لا أصدق كم كبرت منذ آخر مرة رأيتها. يا دميتي، هذا ليس ممتعاً الآن. انظري إلى هذا، توجد كرة هناك. إنها كرة جيدة أيضاً، لقد أحببتها. إنها بالأحمر والأزرق. عودي أيتها الكرة، توقفي عن الابتعاد، أريد اللعب بك. أيتها الكرة، انظروا كم هذه الشجرة طويلة. إنها أفضل شجرة على الإطلاق. شجرة شجرة، أراهن أن بإمكاني هزك لتسقطي. أمزح فحسب. أنا مهووسة بهذا الكتاب تماماً. أين هي؟ كلا كلا كلا، إنها مفقودة. إنها ليست في أي مكان هنا. ها هي دميتها، لكنها تأخذها إلى كل مكان. معذرة، مرحباً، أرأيت فتاة صغيرة هنا؟ إنها تبدو هكذا، إنها لطيفة جداً. آسفتان، لكننا لم نرها على الإطلاق. أين يمكن أن تذهب؟ هاتفي، مرحباً. أجل أجل، يا إلهي، شكراً جزيلاً.
هو أين هي؟ أو ملاك يا عزيزتي. مرحبا يا أمي. أو شكرا جزيلا لك على إعادتها. من أين علمتي كيف تصلين إلي؟ أو حسنا، إنها ترتدي سوارا. يا إلهي، لقد نسيت أنني صنعت لك ذلك السوار. لقد أخذت خيط صيد وبعض الخرزات، واستخدمت القلوب لأجعله جميلا، ووضعت رقم هاتفي أيضا، وأخيرا وضعت اسمها أيضا. حسنا، شكرا جزيلا لك على إعادة آني إلي. والآن لوحي لبطلتك يا آني وودعيها. لقد أعددت لك وجبة خفيفة صحية ولذيذة. هلا، لا أريد هذا، مقززة، أريد برجر. يا إلهي، حسناً، لا يمكنك تناول ذلك، عليك تناول هذا، تفضلي جربي. قلت كلا، أريد برجر. حسناً، سنرى بشأن هذا. انظري، ها هو التفاح. ها هو، افتحي فمك وخذي قضمة. هيا يا عزيزتي، أنت تحبين التفاح، إنه المفضل لديك. حسناً حسناً، ماذا عن لوح الحلوى اللذيذ هذا؟ واو، أحب ألواح الحلوى، مرحة، أريده. إنه يقترب أكثر وأكثر. كلا، قلت لا تفاح. حسناً، لنجرب هذا. انظري من معي يا آني. هذا صحيح، جاء السيد دب لزيارتك. تفضلي، والآن عانقيه بشدة. رائع، إنها مشتتة تماماً، سأضع هذا في فمها خلصة. ها؟ كلا، لا أريد هذا، ممنوع التفاح. إنها تختبر صبري بهذا حقاً. لابد من وجود شيء يمكنني فعله. لدي فكرة، من المستحيل أنها ستتغلب على ذكائي هذه المرة. حان الوقت لأعد لها برجر فاكهة. سيكون التفاح وطبق الخبز، وسأضع الكيوي بدلاً من الخس، وشريحة من الخوخ بدلاً من اللحم، والفراولة والموز كالصلصة. يمكنني حتى أن أعد بعض التفاح على شكل بطاطس مقلية. عزيزتي، أعددت لك برجر كما أردت تماماً. واو، برجر كامل لي وبطاطس مقلية أيضاً. البطاطس المقلية هي طعامي المفضل على الإطلاق. مرحة، وقت البرجر، لذيذ، إنها أفضل برجر على الإطلاق. هذه فتاتي الجيدة،